حزقيال واحد. حصل في السنة 30 في الشهر الرابع في اليوم الخامس من الشهر، وانا بين المأسورين عند نهر خبور، ان السماء اتفتحت فشفت رؤيا الله في اليوم الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من اسر يوياكين الملك، بقى كلام الرب لحزقيال الكاهن ابن بوزي في ارض الكلدانيين عند نهر خبور، وكانت عليه هناك ايد الرب. فبصيت ريح زوبعة بتهب من الشمال، معاها سحابة هايلة ونار مستمرة مولعة، وحواليها لمعان، ومن وسطها حاجة بتلمع زي النحاس اللامع، بتلمع من وسط النار، ومن جواها ظهر اللي يشبه أربع كائنات حية، تشبه في شكلها شبه إنسان، وكان لكل واحد منها أربع وشوش وأربع أجنحة، وكانت رجليها دغري، والأقدام بتاعتها تشبه أقدام العجل، وهي بتلمع زي لمعة النحاس المتلمع، وتحت الأجنحة بتاعتها اللي واقفة على الجوانب الأربعة بتوعها إيدين بشر، وكان لكل كائن من الكائنات الأربعة دي أجنحة ووشوش، وكانت الأجنحة بتاعتها بتلمس بعض، والوشوش بتاعتها ما بتلفش لما تمشي، لكن يمشي كل واحد منها ووشه لقدام. أما أشكال وشوشها فكان لكل واحد منها وش إنسان، جنبه من اليمين وش أسد، ومن الشمال وش تور، بعدين جنبه وش نسر. كانت دي أشكال وشوشها، وكان لكل واحد منها أربع أجنحة بتتمد من وسط الظهر، اتنين يوصل طرف كل منهم بطرف جناح الكائن التاني، واتنين بيغطوا أجسامهم، وكان كل واحد منهم بيبص لقدام من غير ما يتدور، فمكان ما يروح الروح يروحوا هما كمان. اما منظر الكائنات الحية دي فكان زي فحم مولع نار، او زي مشاعل بتعدي رايحة جاية بين الكائنات الحية، وكانت النار مولعة بتلمع منها لمع برق، الحيوانات بتجري وترجع زي منظر البرق. وفين وانا بتأمل في الكائنات الحية فين واشوف اربع عجلات، عجلة لكل واحد من الكائنات الحية. اما شكل العجلات والصناعة بتاعتها فكان زي عين من حجر الزبرجد، وهي تشبه بعض، وكان منظرها والصناعة بتاعتها كأنها عجلة جوه عجلة، ولو مشيت فهي بتمشي في أي واحد من الاتجاهات الأربعة لقدام من غير ما تحود عن الاتجاه بتاعها. أما العجلات بتاعتها فعالية ومخيفة وكلها مليانة عنين، وكل ما تتحرك الكائنات الحية تتحرك معاها العجلات، وكل ما تعلى عن الأرض تعلى معاها العجلات كمان، ومكان ما يروح الروح تروح كمان وتعلى معاها العجلات بتاعتها، لان روح الكائنات الحية مشي كمان في العجلات، فلو مشي ده تمشي دي، ولو وقف تقف، لان روح الكائنات الحية ماشي في العجلات كمان. وتفرد فوق روس الكائنات الحية جلد يشبه عين البلور اللي تخوف، وتمدت الاجنحة بتاعتها تحت الجلد دغري، الواحد ناحية التاني، لكل واحد منها جناحين يغطوا جسمه من الجنبين، ولما تمشي تسمع رفرفة الجناحات بتاعتها زي صوت مية كتيرة، زي صوت اللي يقدر على كل حاجة، زي صوت دوشة معسكر جيش، ولما تقف كانت ترخي جناحاتها، وطلع صوت من فوق الجلد المفروض على رأسها، ولما تقف كانت ترخي الجناحات بتاعتها، واتنصب فوق الجلد المفروض على رأسها شبه عرش، منظره زي حجر اللاذورد، وقاعد على يشبه العرش من فوق اللي يشبه انسان. وشفت اللي بيشبه من وسطه فما فوق نحاس لامع بيبرق جواه وحواليه، اما اللي بيبان من وسطه فما تحت فكأنه نار وحواليه بيشع نور، وكان منظر اللمعان اللي بيحوط بيه زي منظر قوس قزح في يوم ممطر، ده كان منظر اللي يشبه مجد الرب. ولما شفت وقعت على وشي وسمعت صوت بيتكلم، حزقيال اتنين، فقال لي يا ابن ادم قوم على رجليك فاتكلم معاك. فدخل فيا روح لما اتكلم معايا وقومني على رجليا، فسمعت اللي بيتكلم معايا وقال لي يا ابن ادم انا بعتك لولاد اسرائيل لبلد متمردة اتمردت عليا، هم وابهاتهم اتمردوا عليا لحد اليوم ده، والولاد اللي وشوشهم اسيا واللي قلوبهم جامدة انا بعتك ليهم، فتقول لهم كده قال السيد الرب.
وهم لو سمعوا ولو رفضوا لأنهم بيت متمرد، فحيعرفوا إن نبي كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فما تخافش منهم ومن كلامهم ما تخافش، لأنهم نبات شوك ونخل شوك عندك، وانت ساكن بين العقارب. من كلامهم ما تخافش ومن وشوشهم ما تترعبش، لأنهم بيت متمرد، وتتكلم معاهم بكلامي لو سمعوا ولو رفضوا لأنهم متمردين. وانت يا ابن آدم اسمع اللي أنا بكلمك بيه، ما تبقاش متمرد زي البيت المتمرد، افتح بقك وكل اللي أنا بديهولك. فبصيت وفينه إيد ممدودة ليا وفينه فيها مخطوط الكتاب، ففرد قدامي وهو مكتوب على الوش والظهر بتاعه مكتوب عليه، واتكتب فيه مناحات ونحيب وويل حزقيال 3. فقال لي يا ابن آدم كل اللي تلاقيه كل المخطوطة دي وروح كلم بيت إسرائيل. ففتحت بقي فأكلني المخطوطة دي، وقال لي يا ابن آدم أكل بطنك واملى جواك من المخطوطة دي اللي أنا مديها لك. فأكلتها فبقت في بقي زي العسل في الحلاوة. فقال لي يا ابن آدم روح ادخل لبيت إسرائيل وكلمهم بالكلام بتاعي، لأنك مش مبعوت لشعب لغته مش معروفة ولسانه تقيل، لكن لبيت إسرائيل، مش لشعوب كتيرة لغتها مش معروفة ولسانها تقيل ما تفهمش كلامهم. فلو بعتك لدول كانوا سمعوا لك، لكن بيت إسرائيل مش عايز يسمع لك لأنهم مش عايزين يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل قريتهم ناشفة وقلوبهم قاسية. أديني خليت وشك ناشف زي وشوشهم وقرتك جامدة زي قريتهم، خليت قرتك زي الألماز أجمد من الزلط. فما تخافش منهم وما تترعبش من وشوشهم لأنهم بيت متمرد. وقال لي يا ابن آدم كل الكلام اللي أكلمك بيه خده في قلبك وفي ودانك اسمعه، وروح اطلع للمأسورين لولاد شعبك وكلمهم وقول لهم كده قال السيد الرب، سواء لو سمعوا أو رفضوا. بعدين شلني روح، فسمعت ورايا صوت رعد عظيم بيقول متبارك مجد الرب من المكان بتاعه، وصوت أجنحة الكائنات الحية اللي لازق الواحد في أخوه، وصوت العجلات معاها، وصوت رعد عظيم. فشلني الروح وأخدني، فروحت مر في حرارة روحي، وإيد الرب كانت شديدة عليا. فجيت للمأسورين عند تل أبيب اللي ساكنين عند نهر خبور، ومكان ما سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحير في وسطهم. وحصل لما كملت 7 أيام إن كلمة الرب بقت ليا يا ابن آدم خليتك مراقب على بيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من بقي وحذرهم من عندي. لو قلت للشرير موت تموت وما حذرتهوش أنت وما اتكلمتش عشان تحذر الشرير من طريقه الوحش لأجل ما يعيش، فالشرير ده يموت بذنبه، أما دمه فمن إيدك أطلبه. ولو حذرت أنت الشرير وما رجعش عن شره ولا عن طريقه الوحش فهو يموت بذنبه، أما أنت فنجيت نفسك. والصالح لو رجع عن صلاحه وعمل ذنب وخليت كعبلة قدامه فهو يموت، لأنك ما حذرتهوش يموت في خطيته وما يتفكرش صلاحه اللي عمله، أما دمه فمن إيدك أطلبه. ولو حذرت أنت الصالح من أن الصالح يغلط وهو مغلطش فهو حياة يعيش لأنه تحذر، وأنت تبقى نجيت نفسك. وكانت إيد الرب علي هناك وقال لي قوم اخرج للوادي وهناك أكلمك. فقمت وخرجت للوادي، وفينه مجد الرب واقف هناك زي المجد اللي شفته عند نهر خبور. فوقعت على وشي، فدخل فيا روح وقومني على رجلي وكلمني وقال لي روح اقفل على نفسك في وسط بيتك وانت ابن آدم، فهم يحطوا عليك ربط ويكتفوك بيها فما تخرجش في وسطهم، والزق لسانك في حنكك فتخرس وما تبقاش ليهم راجل بيوبخ لأنهم بيت متمرد. فلو كلمتك افتح بقك
فتقول لهم كده قال السيد الرب: اللي يسمع يسمع واللي يرفض يرفض، لأنهم بيت متمرد. حزقيال 4: وانت يا ابن آدم، خد لنفسك طوبة من لبن وحطها قدامك، وارسم عليها مدينة أورشليم، وخلي عليها حصار، وابني عليها برج، وقوم عليها حاجز، وخلي عليها جيوش، وقوم عليها آلات حتف حجارة حواليها، وخد انت لنفسك ساق حديد، وانصبوا سور حديد بينك وبين المدينة، وثبت وشك عليها فتبقى في حصار وتحاصرها. دي علامة لبيت إسرائيل. وارقد انت على جنبك الشمال وحط عليه خطيب بيت إسرائيل على عدد الأيام اللي فيها ترقد عليه تشيل الخطية بتاعتهم، وانا خليت لك سنين خطيتهم حسب عدد الأيام 390 يوم، فتشيل خطية بيت إسرائيل وتكمل دي وترقد على جنبك اليمين كمان، فتشيل خطية بيت يهوذا 40 يوم، لأني خليت لك كل يوم بدل سنة. فثبت وشك على حصار أورشليم ودراعك مكشوفة وتنبأ عليها، وأهو أنا خلي عليك ربط فما تتقلبش من جنب لجنب لحد ما تكمل أيام حصارك. وخد أنت لنفسك قمح وشعير وفول وعدس ودرة بيضاء وحبوب كرسنة، وحطها في وعاء واحد، واعملها لنفسك عيش على عدد الأيام اللي ترقد فيها على جنبك 390 يوم تاكله، والأكل بتاعك اللي تاكله يبقى بالوزن، كل يوم 20 شاقل حوالي 240 جرام، من وقت لوقت تاكله، وتشرب المية بالمقاس سدس الهين حوالي 30 لتر، من وقت لوقت تشربها، وتاكل كعك من الشعير على البراز اللي يخرج من الإنسان تخبزه قدام عينيهم. وقال الرب: كده ياكل ولاد إسرائيل العيش بتاعهم النجس بين الشعوب التانية اللي أطردهم ليهم. فقلت: آه يا سيد الرب، أهي نفسي ما تنجستش، ومن صبايا لحد دلوقتي ما كلتش حاجة ميتة أو فريسة، وما دخلتش بقي لحمة نكسة. فقال لي: بص، خليت لك نفاية البقر بدل براز الإنسان فتعمل عيشك عليه. وقال لي: يا ابن آدم، أديني أكثر سبب الرزق في أورشليم، فيأكلوا العيش بالوزن وبالغم، ويشربوا المية بالمقاس وبالحيرة، عشان يحتاجوا العيش والمية ويتحيروا الراجل وأخوه ويفنوا بالخطية بتاعتهم. حزقيال 5: وانت يا ابن آدم، خد لنفسك سكينة حامية موس حلاق تاخده لنفسك، وعديها على راسك وعلى دقنك، وخد لنفسك ميزان عشان الوزن، وقسم الشعر، واحرق تلته بالنار في وسط المدينة زي ما تكمل أيام الحصار، وخد التلت واضرب بالسيف حواليه، ونطور تلت في الهواء وانا شد وراهم سيف، وخد منه شوية بالعدد وصره في طرف هدومك، وخد منه كمان وارميه في وسط النار واحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. كده قال السيد الرب: دي أورشليم في وسط الشعوب قومتها وحواليها الأراضي، فخلفت أحكامي بقى شر من الشعوب التانية، والفرايب بتاعتي بقى شر من الأراضي اللي حواليها، لأن أحكامي رفضوها والفرايب بتاعتي ما مشيوش فيها. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: عشان خاطر انكم اتنمرتوا اكتر من الشعوب التانية اللي حواليكوا، وما مشيتوش في الفرايب بتاعتي، وما عملتوش على حسب احكامي، ولا عملتوا على حسب احكام الشعوب التانية اللي حواليكوا، عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: اهو انا كمان عليكي، وحنفذ في وسطك احكام قدام عينين الشعوب التانية، واعمل فيك اللي ما عملتهوش واللي مش هعمل زيه بعد كده بسبب كل النجاسات بتاعتك. عشان كده ياكل الابهات الولاد في وسطك، والولاد ياكلوا ابهاتهم، وانفذ فيك احكام وابعتر بقيتك كلها في كل ريح. عشان خاطر كده عايش انا، بيقول السيد الرب،
عشان خاطر انك نجستي المكان المقدس بتاعي بكل الحاجات المكروهة بتاعتك وبكل النجاسات بتاعتك، فانا كمان اجز وما ترحمش عيني، وانا كمان ما سمحش. تلتك يموت بالوباء وبالجوع يفنوا في وسطك، وتلت يقع بالسيف من حواليكي، وتلت ابعتره في كل ريح وشد سيف وراهم، ولما يكمل الغضب بتاعي وفك غيظي عليهم وارتاح يعرفوا اني انا الرب. اتكلمت في غيرتي لما كملت غيظي فيهم، وخليكي خراب وعار بين الشعوب التانية اللي حواليكي قدام عينين كل اللي يعدي، فتبقي عار ولعنة وتأديب ودهشة للشعوب التانية اللي حواليكي لما نفذ فيكي أحكام بغضب وغيظ وبتوبيخات غيظ. أنا الرب اتكلمت لما بعت عليهم سهام الجوع الشريرة اللي تبقى للخراب اللي بعتها عشان خرابكو، وزود الجوع عليكو واكسر لكم سبب الرزق، وابعت عليكم جوع وحيوانات شريرة فتفقدك عيالك، ويعدي فيك الوبا والدم، واجيب عليك سيف. انا الرب اتكلمت. حزقيال 6. وكان ليا كلام الرب: يا ابن ادم خلي وشك ناحية جبال اسرائيل وتنبأ عليها وقول: يا جبال اسرائيل اسمعي كلمة السيد الرب. كده قال السيد الرب للجبال وللتلال، للأودية وللسهول: أديني أجيب عليكم سيف وأفني الأماكن العالية بتاعتكم، فتخرب المذابح بتاعتكم وتتكسر تماثيل الشمس بتاعتكم، وأرمي المقتولين بتوعكم قدام أصنامكم، وأحط جثث ولاد إسرائيل قدام الأصنام بتاعتهم، وأبعتر عظمكم حوالين المذابح بتاعتكم، في كل اماكن السكن بتاعتكو تخرب المدن، والاماكن العالية بتاعتكو تصحر لاجل ما تخرب وتاخد خطية المذابح بتاعتكو، وتتكسر وتروح اصنامكو، وتتقطع تماثيل الشمس بتاعتكو، وتتمسح اعمالكو، ويقع المقتولين في وسطكو، فتعرفوا اني انا الرب. وخلي بقية فيبقى ليكو اللي ينجى من السيف بين الشعوب التانية لما نطواركوا في الأراضي، واللي ينجوا منكوا يفتكروني بين الشعوب التانية اللي يتأسروا ليهم، لما أكسر قلبهم الزاني اللي حود عني وعينيهم الزانية ورا الأصنام بتاعتهم، وكرهوا نفسهم بسبب الشرور اللي عملوها في كل النجاسات بتاعتهم، ويعرفوا إني أنا الرب ما قلتش على الفاضي إني أعمل فيهم الشر ده. كده قال السيد الرب: اضرب بايدك واخبط برجلك وقول اه على كل نجاسات بيت اسرائيل الشريرة، لحد ما يقعوا بالسيف والجوع والوبا. البعيد يموت بالوبا، والقريب يقع بالسيف، واللي يفضل واللي متصان يموت بالجوع، فاكمل الغضب بتاعي عليهم فتعرفوا اني انا الرب. لما يبقى المقتولين بتوعهم وسط أصنامهم حوالين المذابح بتاعتهم على كل تل عالي وفي راس كل الجبال وتحت كل شجرة خضرة وتحت كل شجرة بلوط مورقة، المكان اللي قربوا فيه ريحة الفرح لكل الأصنام بتاعتهم، وأمد إيدي عليهم وأخلي الأرض خربانة ودهشة من الصحراء لحد دبلة في كل أماكن السكن بتاعتهم، فيعرفوا إني أنا الرب. حزقيال 7. وكان ليا كلام الرب: وإنت يا ابن آدم، كده قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية، جت النهاية على زوايا الأرض الأربعة، دلوقتي نهاية عليكي، وأبعد غضبي عليكي، وأحكم عليكي زي طرقك، وأجيب عليكي كل النجاسات بتاعتك، فما تحنش عيني عليكي وما سمحش، لكن اجيب عليكي الطرق بتاعتك وتبقى نجاساتك في وسطك، فتعرفوا اني انا الرب. كده قال السيد الرب: شر وحيد اهو جه، نهاية جت النهاية، انتبهت ليكي اهي، جت دور عليكي اللي ساكن في الارض، جه الوقت
قرب يوم اللخبطة، مفيش زقطاطة الجبال دلوقتي، عن قريب أكب غيظي عليكي وأكمل غضبي فيكي وأحكم عليكي زي الطرق بتاعتك وأجيب عليكي كل النجاسات بتاعتك، فما تحنش عيني وما سمحش، لكن أجيب عليكي زي الطرق بتاعتك والنجاسات بتاعتك تبقى فوسطك، فتعرفوا أني أنا الرب اللي بيضرب. أهو اليوم، أهو جه، دارت الدايرة، ظهرت العصاية، فرخت التكبر، قام الظلم لعصاية الشر، ما يفضلش منهم ولا من الثروة بتاعتهم ولا من الدوشة بتاعتهم، وما فيش نوح عليهم. جه الوقت، جه اليوم، فما يفرحش اللي بيشتري وما يزعلش اللي بيبيع، لأن الغضب على كل الجمهور بتاعهم، لأن اللي بيبيع ما يرجعش ياخد اللي باعه ولو كانوا لسه بين العايشين، لأن الرؤية على كل الجمهور بتاعها فما يرجعش، والإنسان بالخطية بتاعته ما بيجمدش حياته، نفخه في البوق وجهزه كله وما فيش اللي يروح للحرب، لأن غضبي على كل الجمهور بتاعهم. السيف من برة والوباء والجوع من جوه، اللي هو في الغيط يموت بالسيف، واللي هو في المدينة يأكل الجوع والوباء، وينفلت منهم اللي يفلتوا ويبقوا على الجبال زي حمام الوديان، كلهم ينوحوا كل واحد على الخطية بتاعته، كل الايدين ترخي وكل الركب تبقى مية، ويتحزموا بالخيش ويغطيهم رعب، وعلى كل الوشوش كسفة، وعلى كل رؤوسهم قرع، يرموا فضتهم في الشوارع والذهب بتاعهم يبقى النجاسة، ما تقدرش الفضة بتاعتهم ولا الذهب بتاعهم انه ينقذهم في يوم غضب الرب، ما يشبعوش منهم نفسهم وما يملوش جواهم، لانهم بقوا كعبالة الخطية بتاعتهم. اما زقطات الزينة بتاعته فخلاها للتكبر، خلوا فيها اصنام الحاجات المكروهة بتاعتهم، النجاسات بتاعتهم، عشان خاطر كده خلتها لهم نجاسة، اسلمها لايدين الغربة عشان النهب، والأشرار الأرض عشان السلب فينجسوها، وأحود وشي عنهم فينجسوا المخبأ بتاعي، فيدخل فيه جبابرة وينجسوه. اعمل السلسلة، لأن الأرض اتملت من أحكام الدم والمدينة اتملت من الظلم، فأجب أشر الشعوب التانية فيورثوا البيوت بتاعتهم، وأفني تكبر الجامدين فتتنجس الأماكن المقدسة بتاعتهم. الرعب جاي فيطلبوا السلام وما يبقاش، تيجي مصيبة على مصيبة ويبقى خبر على خبر، فيطلبوا رؤية من النبي والشريعة تفنى من الكاهن والاستشارة من الشيوخ، الملك ينوح والرئيس يلبس حيرة، وإيدين شعب الأرض تترعش زي طريقهم أعمل فيهم وزي أحكامهم أحكم عليهم، فيعرفوا إني أنا الرب. حزقيال 8. وحصل في السنة السادسة في الشهر السادس في اليوم الخامس من الشهر، وأنا قاعد في بيتي وشيوخ يهوذا قاعدين قدامي، إن إيد السيد الرب وقعت عليا هناك، فبصيت وفين بلي يشبه إنسان وكأنه من نار، وظهر وكأن نار بتولع من وسطه لحد تحت، أما من وسطه لحد فوق فظهر لمعان زي لمعان النحاس اللي بيبرق، بعدين مد زي ما يكون ايد ومسكني من راسي من قدام، وطار بيا روح بين الارض والسماء، وجابني في رؤى الله لغاية اورشليم لمدخل الباب الجواني اللي ناحية الشمال، مكان ما فيه هناك التمثال اللي بيصير الغيرة، وفين وهناك كان فيه مجد اله اسرائيل زي ما كان في الرؤية اللي شفتها في السهل. بعدين كلمني، يا ابن ادم اتلفت دلوقتي ناحية الشمال، فاتلفت وفين وانا بشوف من شمال باب المسبح تمثال الغيرة ده واقف في المدخل، وقال لي، يا ابن ادم شفت اللي هم بيعملوه، النجاسات العظيمة اللي بيت اسرائيل بيعملوها هنا عشان يبعدوني عن المكان المقدس بتاعي، ولسه هترجع وتشوف نجاسات افظع. بعدين جابني المدخل الساحة فبصيت
وفينه في خرم في الحيطة. فقال لي: يا ابن آدم احفر في الحيطة. فحفرت الحيطة وفينه في باب. فقال لي: ادخل وشوف النجاسات الشريرة اللي بيعملوها هنا. فدخلت وبصيت، ففينه كل رسومات أشكال الحيوانات والبهائم النكسة وكل أصنام شعب إسرائيل مرسومة على كل جوانب الحيطان، وقدامهم 70 راجل من شيوخ شعب إسرائيل، ووقف وسطهم يزني ابن شافان، وفي إيد كل واحد منهم المبخرة بتاعته بتطلع منها سحابة غامقة ريحتها معطرة من البخور. فقال لي: شفت يا ابن آدم اللي بيعمله كل واحد من شيوخ شعب إسرائيل في أوض التماثيل بتاعته اللي منحوتة، وهما بيقولوا الرب ما بيشوفناش، الرب هجر الأرض. ولكن استنى، فلسه هتشوف نجاسات أفظع بيعملوها. بعدين جابني للمدخل الشمالي لبوابة هيكل الرب، ففين وهناك في ستات بيندبوا تموز إله الخصوبة. فقال لي: شفت يا ابن آدم؟ استنى، فلسه هتشوف نجاسات أفظع من دي. بعدين جابني للفناء الجواني بتاع بيت الرب، ففين وعند مدخل هيكل الرب بين الفناء والمذبح حوالي 25 راجل ادوا ظهرهم لهيكل الرب وخلوا وشوشهم ناحية الشرق وهم بيركعوا للشمس. فقال لي: شفت يا ابن آدم الليلة النجاسات اللي عملها شعب يهوذا هنا؟ ملوا الأرض عنف ويرجعوا عشان يغزوني ويقربوا الغصن لمناخرهم، أنا كمان أعمل بغيظ وما تحنش عيني عليهم وما سمحش، ولو استنجدوا بصوت عالي ما استجبش ليهم. حزقيال 9. بعدين صرخ في وداني بصوت عالي وقال: يقرب المسؤولين عن المدينة، يقرب كل واحد وأداة التدمير بتاعته في إيده. فجم 6 رجالة من طريق الباب بتاع الشمال اللي فوق، وكل واحد شايل عدة التدمير بتاعته في إيده. فوسطهم راجل لابس كتان وعلى وسطه دواية كاتب. فدخلوا ووقفوا جنب مذبح النحاس، فترفع مجد الرب من مكان مكان موجود فوق الملايكة، وراح ناحية عتبة الباب ونادى الراجل اللي لابس توب الكتان اللي شايل على وسطه دواية الكاتب، وقال له: الرب عدي وسط مدينة أورشليم وارسم علامة على قورة الرجالة اللي بيتنهدوا وبيطلعوا زفير على كل اللي اتعمل من نجاسات فيها. بعدين قال لدول فوداني: عدوا في المدينة وراه واقتلوا، ما تحنش عنيكو وما تسمحوش، ضيعوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والستات، ولكن ما تقربوش من اي انسان عليه العلامة، وابتدوا من المكان المقدس بتاعي. فابتدوا يضيعوا الرجال الشيوخ اللي موجودين قدام الهيكل، وقال لهم: نجسوا الهيكل واملوا السحاب بتاعته بالمقتولين، بعدين اخرجوا. فخرجوا وضربوا في المدينة، وفين هما بيقتلوا فضلت انا لوحدي. فترميت على وشي وصرخت وقلت: اه يا سيد الرب، بقتفني كل البقية اللي فاضلة من اسرائيل في الغضب الشديد بتاعك على اورشليم؟ فجاوبني: خطية شعب اسرائيل ويهوذا عظيمة جدا جدا، وغرقت الارض بالدم واتملت المدينة فساد، لانهم بيقولوا هجر الرب الارض والرب ما بيشوفش، عشان كده انا كمان ما تحنش عيني وما سمحش، خليت طريقهم على راسهم. بعدين هو الراجل اللي لابس الكتان اللي شايل على وسطه دواية الحبر رجع يتكلم وقال: عملت زي ما وصتني. حزقيال 10. بعدين بصيت وفين على الجلد اللي فوق راس الملايكة زي ما يكون عرش وكأنه من حجر اللازورد الازرق، وقال للراجل اللي لابس الكتان: ادخل بين العجلات تحت الملايكة واملى كفوفك جمر نار من بين الملايكة ونطورها على المدينة. فدخل وانا شايفه، وكانوا الملايكة واقفين على يمين البيت لما دخل من بين العجلات، فملت السحابة الفناء الجواني. بعدين اترفع مجد الرب عن الملاك واستقر على عتبة الهيكل، فاتملى الهيكل من السحابة وملى الفناء لمعان من مجد الرب، ووصل صوت الأجنحة بتاعت الملايكة للفناء البراني زي صوت الله اللي يقدر على كل حاجة لو اتكلم. فلما أمر الراجل اللي لابس الكتان
انه ياخد نار من بين العجلات من بين الملايكة. دخل الراجل ووقف جنب العجلة، فمد ملاك ايده من بين الملايكة للنار اللي كانت بين الملايكة، وخد منها فحم مولع وحطه في كفوف الراجل اللي لابس الكتان، فاخدها ده وخرج. وبين ان للملايكة تحت الجناحات بتاعتهم ايد تشبه ايد البشر وبسيط، وفين وفي اربع عجلات جنب الملايكة، كل عجلة جنب ملاك. وكان منظر العجلات زي منظر حجر الزبرجد، وكان الاربعة شكلهم زي بعض، وزي ما يكون كل عجلة في وسط عجلة، ولو اتحركت عشان تمشي كانت بتمشي في اي اتجاه من الاتجاهات الاربعة على حسب اتجاه الراس، فتمشي وراء وما تحاولش في طريقها. وكانت الجوانب بتاعت اجسام الكائنات دي وظهرها وايديها والاجنحة بتاعتها والعجلات اللي تخصها مليان عينين، وتسمت العجلات في وداني عجلات. وكان لكل واحد اربع وشوش، الوش الاولاني وش ملاك، والوش التاني وش انسان، والوش التالت وش اسد، والوش الرابع وش نسر. بعدين اترفعوا الملايكة، فكانت دي هي الكائنات اللي شفتها جنب نهر خبور. ولما اتحركت الملايكة اتحركت العجلات جنبهم، ولما فردت الملايكة جناحاتها عشان تطير فوق الارض طارت العجلات جنبهم بنفس الاتجاه وما حودتش عنهم، فلو وقفوا وقفت، ولو طاروا تطير معاهم، لان روح الكائنات الحية كانت فيها كمان. وفارق مجد الرب عتبة الهيكل وخيم فوق الملايكة، ولما اترفعوا الملايكة فردوا جناحاتهم وطاروا فوق الارض وانا شايفهم، وطارت العجلات معاهم. بعدين وقفوا عند مدخل بوابة بيت الرب اللي من الشرق، ومجد الرب لسه مخيم عليهم. هي دي كائنات الحية اللي شفتها تحت اله اسرائيل عند نهر خبور، فعرفت انهم الملايكة. وكان لكل واحد اربع وشوش واربع اجنحة، وتحت جناحاتهم ايدين زي ايدين البشر، اما اشكال وشوشهم فكانت نفس الوشوش اللي شفتها عند نهر خبور، ما تختلفش عنها في شكلها والمعالم بتاعتها، وكل واحد بيتحرك لقدام حسب الاتجاه بتاعه. حزقيال 11. بعدين طار بي الروح وجابني البوابة بيت الرب اللي من ناحية الشرق، ففين وعند المدخل بتاعها 25 راجل. شفت في وسطهم يزانيا ابن عزور وفلطيا ابن بنية الرؤساء بتوع الشعب، فقال لي يا ابن آدم، هم دول الرجالة اللي بيحسبوا شر واللي بيدوا استشارة شر في المدينة دي، اللي بيقولوا ما جاش الوقت عشان نبني حصون، فالمدينة دي زي القدر واحنا زي اللحمة في وسطها. عشان كده اتنبأ عليهم يا ابن آدم، اتنبأ. واستقر علي روح الرب وقال ده اللي بيعلنه الرب، ده اللي اتكلمتوا بيه يا شعب اسرائيل، ولكن انا عارف باللي بيدور في بالكو. كترتوا المقتولين بتوعكو في المدينة دي ومليتوا منهم الشوارع بتاعتها، عشان كده فالقتلة بتوعكو اللي رميتوهم في وسطها هما اللحمة وهي القدر، وحخرجكم منها، خفتوا من السيف عشان كده اجيب السيف عليكو بيقول الرب، وخرجكم من وسط المدينة وديكوا لإيد غربة وأنفذ فيكوا أحكام فتتقتلوا بالسيف، وأنفذ حكم فيكوا في حدود إسرائيل، فتعرفوا وقتها أني أنا الرب. مش هتبقى المدينة دي ليكوا قدر وانتوا مش هتبقوا اللحمة في وسطها، لكن أنفذ الحكم بتاعي في حدود إسرائيل فتعرفوا أني أنا الرب اللي ممشيتوش في الفرايب بتاعته وما عملتوش الأحكام بتاعته، لكن عملته على حسب أحكام الشعوب التانية اللي محاوطة بيكو. وحصل وفين وأنا بتنبأ إن فلطيا ابن بناية مات، فترميت على وشي وصرخت بصوت عظيم، آه يا سيد الرب بقى تفني بقية إسرائيل. فكانت كلمة الرب ليا بتقول يا ابن آدم، قول لإخواتك وقرايبك وكل شعب إسرائيل اللي قال لهم اللي ساكنين اورشليم ابعدوا عن الرب عشان الارض دي اتوهبت لينا ورث، عشان كده اقول كده قال السيد الرب، ولو كنت بعتهم بين الشعوب التانية ولو كنت شتتهم في الاراضي
فأنا أبقى ليهم مقدس صغير في الأراضي اللي يجوا ليها. عشان كده أقول لهم هضمكم من بين الشعوب واجمعكم الأراضي اللي شتتكوا فيها وديكوا أرض إسرائيل، ولما يجولها يشدوا منها كل الأوثان بتاعتها المكروهة والنجاسات بتاعتها، وديهم قلب واحد وروح جديد أديه جواكوا، وأشيل قلب الحجر من لحمهم وديهم قلب لحم عشان يمشوا في الفرايب بتاعتي ويحافظوا على الأحكام بتاعتي ويعملوها ويبقوا ليا شعب وأنا بقى ليهم إله. أما اللي قلبهم رايح ورا قلب الحاجات المكروهة بتاعتهم والنجاسات بتاعتهم، فأنا أجيب طريقهم على رأسهم، بيقول السيد الرب. بعدين فردت الملايكة جناحاتها وطاروا مع العجلات ومع مجد الرب اللي كان لسه مخيم عليهم من فوق، واترفع مجد الرب عن وسط المدينة ووقف على الجبل شرق المدينة وشالني روح، وجه بيا في الرؤية اللي أعلنها ليا روح الله لأرض الكلدانيين للمأسورين. فطلعت عني الرؤية اللي شفتها، فكلمت المأسورين بكل كلام الرب اللي ورهوني. حزقيال 12. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، انت ساكن في وسط بيت متمرد اللي ليهم عينين عشان يشوفوا وما بيشوفوش، ليهم ودان عشان يسمعوا وما بيسمعوش، لانهم بيت متمرد. وانت يا ابن آدم جهز لنفسك عدة عشان الأسر، وارحل قدام عينيهم في النهار، وارحل من مكانك لمكان تاني قدام عينيهم، يمكن يشوفوا انهم بيت متمرد. وتخرج العدة بتاعتك زي عدة أسر قدام عينيهم في النهار، وانت تخرج بالليل قدام عينيهم زي اللي خارجين للأسر، واحفر لنفسك في الحيطة قدام عينيهم واخرج منها، وشيل حاجتك على كتفك قدام عينيهم في العتمة، تخرجها تغطي وشك فما تشوفش الأرض، لأني خليتك علامة لبيت إسرائيل. فعملت كده زي ما اتأمرت، خرجت العدة بتاعتي زي عدة أسر في النهار، وفي المسا حفرت لنفسي في الحيطة بإيدي، وخرجت في العتمة وشلت على كتفي قدام عينيهم. وفي الصبح كانت ليا كلمة الرب: يا ابن آدم، ما قالكش بيت إسرائيل البيت المتمرد بتعمل إيه؟ قل لهم كده قال السيد الرب الوحي ده للرئيس في أورشليم ولكل بيت إسرائيل واللي هم في وسطهم. قول أنا علامة ليكو زي ما عملت بالشكل ده يتعمل فيكو، للترحيل للأسر يروحوا، والرئيس اللي في وسطهم يتشال على الكتف في العتمة ويخرج، يحفروا في الحيطة عشان يخرجوا منها، يغطي وشه عشان ما يشوفش الأرض بعينيه، وافرد الشبكة بتاعتي عليه فيتاخد في الفخ بتاعي وآجي بيه لبابل لأرض الكلدانيين، ولكن ما يشوفهاش وهناك يموت، وأبعتر في كل ريح كل اللي حواليه عشان ينصروه وكل الجيوش بتاعته، واسحب السيف وراهم فيعرفوا اني انا الرب لما اشتتهم بين الشعوب التانية وابعترهم في الاراضي، واخلي منهم رجالة يتعدوا من السيف ومن الجوع ومن الوباء عشان يبلغوا عن كل النجاسات بتاعتهم بين الشعوب التانية اللي يجوا ليها، فيعرفوا اني انا الرب. وكانت ليا كلمة الرب: يا ابن آدم، كل عيشك برعشة واشرب ميتك برعشة وغم، وقول لشعب الأرض كده قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل: يأكلوا عيشهم بالغم ويشربوا ميتهم بحيرة عشان تصحر أرضها من اللي مليها من ظلم كل اللي ساكنين فيها، والمدن المسكونة تخرب والأرض تصحر، فتعرفوا أني أنا الرب. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، ايه المثل ده اللي ليكوا على أرض إسرائيل اللي بيقول طالت الأيام وخابت كل رؤية؟ عشان كده أقول لهم كده قال السيد الرب، أبطل المثل ده فما يستعملهوش بعد كده مثل في إسرائيل، لكن أقول لهم قربت الأيام وكلام كل رؤية، لانه ما تبقاش بعد كده
رؤي على الفاضي ولا عرفي بمسح جوخ في وسط بيت إسرائيل، لأني أنا الرب بتكلم، والكلمة اللي اتكلم بيها تبقى ما تطولش بعد كده. لأني في أيامكو يا بيت يا متمرد أقول الكلمة وانفذها، بيقول السيد الرب. وكان لي كلام الرب يا ابن آدم، أهو بيت إسرائيل بيقوله الرؤية اللي هو شايفها هي الأيام كتيرة جاية، وهو بيتنبأ لأزمنة لسه بعيدة. عشان كده أقول لهم كده، قال السيد الرب، ما تطولش بعد كده حاجة من كلامي، الكلمة اللي اتكلمت بيها تبقى، بيقول السيد الرب. حزقيال 13. وكان ليا كلام الرب يا ابن آدم، اتنبأ على الأنبياء الكذابين بتوع إسرائيل اللي بيتنبأوا، وقول اللي هم أنبياء من نفسهم، اسمعوا كلمة الرب. كده قال السيد الرب، يا ويل الأنبياء الأغبياء اللي بيروحوا ورا روحهم وما شافوش حاجة. الأنبياء بتوعك يا إسرائيل بقوا زي التعالب في الخرب، ما طلعتوش في شقوق وبنيتوا حيط على بيت إسرائيل عشان الوقوف في الحرب في يوم الرب. شافوا على الفاضي وعرفت كذب اللي بيقولوا وحي الرب، والرب ما بعتهمش. واستنوا ان الكلمة تقوم، مش بتشوفوا رؤية على الفاضي واتكلمتوا بعرفة كده، وانتوا بتقولوا وحي الرب وانا ما اتكلمتش. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، لانكم اتكلمتوا على الفاضي وشفتوا كذب، فعشان كده اهو انا عليكم، بيقول السيد الرب، وتبقى ايدي على الانبياء اللي بيشوفوا على الفاضي واللي بيعرفوا بالكذب. فقعدت شعبي ما يبقوش، وفي كتاب بيت اسرائيل ما يكذبوش، والارض اسرائيل ما يدخلوش، فتعرفوا اني انا السيد الرب. عشان خاطر انهم توهوا شعبي وقالوا سلام وما فيش سلام، واحد منهم يبني حيطة وهم بيدهنوها بالطين، فاقول اللي بيدهنوها بالطين انها تقع، يبقى مطر بيجرف وانتوا يا حجارة البرد تقعوا، وريح زوبعت شققها، وهو لو وقعت الحيطة مش يتقلكوا فين الطين اللي طينتوا بيه. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، أشققها بريح زوبعها في الغضب بتاعي، ويبقى مطر بيجرف في غضبي الشديد، وحجارة برد في غيظي عشان افنيها، فأهد الحيطة اللي طينتوها بالطين والزقها في الأرض، وتنكشف الأساسات بتاعتها فتقع، وتفنوا انتوا في وسطها، فتعرفوا اني انا الرب. فأكمل غضبي على الحيطة وعلى اللي طينوها بالطين، وأقول لكم الحيطة مش موجودة ولا اللي طينوها. أنبياء إسرائيل اللي بيتنبأوا الأورشليم ويشوفوا لها رؤى سلام وما فيه السلام، بيقول السيد الرب. وانت يا ابن آدم خلي وشك ضد بنات شعبك اللي بيتنبأوا من نفسهم وتنبأ عليهم، وقول كده قال السيد الرب، يا ويل اللي بيخيطوا أربطة سحرية لكل معاصم الإيدين، واللي بيعملوا مناديل لرأس كل أوام عشان يصطادوا النفوس، بقى تصطادوا نفوس شعبي وتخلوا نفسكوا عايشين، وتنجسوني عند شعبي عشان شوية شعير وعشان فتافيت عيش، عشان تموتوا نفوس مش مفروض انها تموت، وتعيشوا نفوس مش مفروض انها تعيش، بكذبكوا على شعبي اللي بيسمعوا الكذب. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، اهو انا ضد الاربطة السحرية بتاعتكو اللي بتصطادوا بيها النفوس زي الفراخ، وقطعها عند رعاتكو، وأسيب النفوس اللي بتصطادوها زي الفراخ، ومزق المناديل بتاعتكو، وأنقذ شعبي من إيديكو، فما يبقوش بعد كده في إيديكو عشان الصيد، فتعرفوا إني أنا الرب، لأنكو حزنتوا قلب الصالح بالكذب، وأنا ما حزنتهوش، وجمدتوا إيدين الشرير عشان ما يرجعش عن طريقه الوحش فيعيش. فعشان كده مش هترجعوا تشوفوا الباطل ولا تعرفوا عرفة بعد كده، وانقذ شعبي من ايديكو، فتعرفوا اني انا الرب. حزقيال 14.
فجالي رجالة من شيوخ إسرائيل وقعدوا قدامي، فبقت لي كلمة الرب: يا ابن آدم، الرجالة دول طلعوا الأصنام بتاعتهم لقلوبهم وحطوا كعبالة الخطية بتاعتهم قصاد وشوشهم، يبقى استجيب لطلب ليهم؟ عشان خاطر كده كلمهم وقول لهم كده، قال السيد الرب: كل إنسان من بيت إسرائيل اللي يطلع أصنامه لقلبه ويحط كعبالة خطيته قصاد وشه، بعدين يجي للنبي، فأنا الرب أجاوبه حسب كتر أصنامه عشان أخد بيت إسرائيل بقلوبهم، لأنهم كلهم رجعوا عني بالأصنام بتاعتهم. عشان كده أقول لبيت إسرائيل كده، قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن الأصنام بتاعتكو وعن كل النجاسات بتاعتكو، اصرفوا وشوشكو، لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرب اللي متغربين في إسرائيل لو رجع عني وطلع أصنامه لقلبه وحط كعبالة خطيته قصاد وشه، بعدين جه للنبي عشان يسألوا عني، فأنا الرب أجاوبه بنفسي وأخلي وشي ضد الإنسان ده وأخليه علامة ومثل وأشده من الجذور من وسط شعبي، فتعرفوا أني أنا الرب. والنبي لو توه واتكلم كلام كذب، فأنا الرب أتوه النبي ده وأمد إيدي عليه وأفنيه من وسط شعبي إسرائيل ويشيلوا الخطية بتاعتهم، زي خطية اللي بيطلب تبقى خطية النبي، عشان ما يرجعش يتوه عني بيت إسرائيل، وعشان ما يرجعوش يتنجسوا بكل المعاصي بتاعتهم، لكن يبقوا ليا شعب وأنا بقى ليهم إله، بيقول السيد الرب. وكانت ليا كلمة الرب: يا ابن آدم، لو غلطت ليا أرض وخانت خيانة فمديت إيدي عليها وكسرت لها سبب الرزق وبعدت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها التلت رجالة دول نوح ودانيال وأيوب، فهم بصلاحهم ينقذوا نفسهم، بيقول السيد الرب. لو عديت في الأرض حيوانات شريرة ففقدوها عيالها وبقت خراب من غير ما حد يعدي فيها بسبب الحيوانات وفصتها الرجالة التلاتة دول، فعايش أنا، بيقول السيد الرب، إنهم ما ينقذوش ولاد ولا بنات، هم لوحدهم يتنقذوا والأرض تبقى خربانة. أو لو جبت سيف على الأرض دي وقلت: يا سيف عدي في الأرض، وقطعت منها الإنسان والحيوان وفصتها التلات رجالة دول، فعايش أنا، بيقول السيد الرب، إنهم ما ينقذوش ولاد ولا بنات، لكن هم لوحدهم يتنقذوا. أو لو بعدت وابع على الأرض دي وكبيت غيزي عليها بالدم عشان أقطع منها الإنسان والحيوان وفصتها نوح ودانيال وأيوب، فعايش أنا، بيقول السيد الرب، إنهم ما ينقذوش ابن ولا ابنة، لكن ينقذوا نفسهم بصلاحهم، لأنه كده قال السيد الرب: حقيقي بعت أحكامي الأربعة الشريرة على أورشليم: سيف وجوع وحيوان شرير ووبا، عشان أقطع منها الإنسان والحيوان، فأهب أي فيها تنجة تخرج ولاد وبنات، أهم يخرجوا ليكو فتشوفوا الطريق بتاعهم وأعمالهم، وتتعزوا عن الشر اللي جبته على أورشليم، عن كل اللي جبته عليها، ويعزوكوا لما تشوفوا الطريق بتاعهم وعملهم، فتعرفوا اني ما عملتش من غير سبب كل اللي عملته فيها، بيقول السيد الرب. حزقيال 15. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، ايه اللي يبقى في خشب شجرة العنب احسن من اي خشب او من الغصن اللي من شجر الغابة؟ بيتاخد منه خشب عشان يتعمل منه شغل، او بياخدوا منه وتد عشان يعلقوا عليه اي اناء، او بيترمي اكل للنار تاكل النار الطرفين بتوعه ويتحرق وسطه، فينفع لشغل؟ او لما كان سليم ما كانش ينفع لاي شغل، فاديه اكتر ما ينفعش بعد كده لشغل لما تاكلوا النار فيتحرق؟ عشان كده بالشكل ده، قال السيد الرب، زي خشب شجرة العنب بين خشب الغابة اللي اديته للنار، بالشكل ده أدي سكان أورشليم وأخلي وشي ضدهم، يخرجوا من النار فتاكلهم نار، فتعرفوا أني أنا الرب لما أخلي وشي ضدهم وأخلي الأرض خرابة لأنهم خانوا خيانة، بيقول السيد الرب. حزقيال 16. وكانت ليا كلمة الرب: يا ابن آدم، عرف أورشليم بالنجاسات بتاعتها وقول كده، قال السيد الرب لأورشليم: أصلك وميلادك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حسية،
أما ميلادك يوم ما اتولدتي فما تقطعش حبل سرتك، وما تغسلتيش بالمية عشان تنضفي، وما تدعكتيش بالملح، وما تلفتيش في اللفة، ما حنيتش عليكي عين عشان تعملك واحدة من دي لجل ما تعطف عليكي، لكن اترميتي على وش الغيط برفض نفسك يوم ما اتولدتي. فمريت بيكي وشفتك متداسة بدمك، فقلتلك بدمك عيشي، قلتلك بدمك عيشي، 10,000 زي نبات الغيط خليتك، فكترتي وكبرتي وبقيتي زينة الزينة، كبر صدرك ونبت شعرك وكنتي مش لابسة وعريانة. فمريت بيكي وشفتك وفين وقتك وقت الحب، ففردت طرف هدومي عليكي وسترت عورتك وحلفتلك ودخلت معاكي في عهد بيقول السيد الرب، فبقيتي ليا، فحميتك بالمية وغسلت عنك دمك ومسحتك بالزيت، ولبستك هدوم الطرزة، ولبستك نعل جلد تخين، وحزنتك بكتان، وكسيتك بكتان غالي، وحليتك بالجواهر، فحطيت إسويرة في إيديكي وطوق في رقبتك، وحطيت حلقة في مناخيرك وأقراط في ودانك وتاج جمال على راسك، فتحليتي بالذهب والفضة ولبسك الكتان والكتان الغالي والمطرز، وأكلتي دقيق الأبيض والعسل والزيت، وبقيتي جميلة جدا جدا، فانفعتي المملكة، وخرجلك اسم في الشعوب التانية عشان جمالك، لأنه كان كامل بالأبهة بتاعتي اللي خليتها عليكي بيقول السيد الرب. فاتكلتي على جمالك وزنيتي على اسمك، وكبيتي الزنا بتاعك على كل اللي يعدي فكان ليه، وأخدتي من هدومك وعملتي لنفسك أماكن عالية متزخرفة بألوان وزنيتي عليها حاجة ما جاتش وما كانتش، وأخدتي عدة الفخر بتاعك من ذهبي ومن فضتي اللي اديتها لك، وعملتي لنفسك تماثيل ذكور وزنيتي معاها، وأخدتي هدومك اللي متطرزة وغطيتيها بيها، وحطيتي قدامها الزيت بتاعي والبخور بتاعي وعيش اللي اديتهولك، الدقيق الأبيض والزيت والعسل اللي أكلتهملك، حطيتيهم قدامها ريحة فرح. وبالشكل ده كان بيقول السيد الرب، أخدتي ولادك وبناتك اللي ولدتيهم ليا وذبحتيهم ليها أكل، هو ده شوية من الزنا بتاعك؟ إنك ذبحتي ولادي وخلتيهم يعدوا في النار ليها، وفي كل النجاسات بتاعتك والزنا بتاعك ما افتكرتيش أيام الصبا بتاعتك لما كنتي مش لابسة وعريانة وكنتي متداسة بدمك وكان لسه كل الشر بتاعك. يا ويل ويلك، بيقول السيد الرب، إنك بنيتي لنفسك قبة وعملتي لنفسك مكان عالي في كل شارع، في راس كل طريق بنيتي الحتة العالية بتاعتك ونجستي الجمال بتاعك، وفتحتي رجليكي جامد لكل اللي يعدي، وكترتي الزنا بتاعك وزنيتي مع جيرانك ولاد مصر اللي لحمهم كبير، وزودتي في الزنا بتاعك عشان تغزيني، فأديني مديت ايدي عليكي ومنعت عنك نصيبك وسلمتك للي عايزه اللي بيكرهوكي، بنات الفلسطينيين اللي بيتكسفوا من طريقك المكروهة، وزنيتي مع ولاد أشور عشان كنتي مشبعتيش فزنيتي معاهم ومشبعتيش برضو، وكترتي الزنا بتاعك في أرض كنعان لحد أرض الكلدانيين وبدا برضو مشبعتيش، قد ايه قلبك مريض، بيقول السيد الرب، عشان عملتي كل ده زي ما بتعمل ست زانية وقحة ببناكي للقبة بتاعتك في راس كل طريق، وعملك المكان العالي بتاعك في كل شارع، وما كنتي زي زانية لكن كنتي بتحتقري الأجرة، يا زوجة فجرة بتاخد أجانب مكان جوزها، لكل الزواني بيدوا هدية، أما انتي فديتي كل اللي بيحبوكي الهدايا بتاعتك ورشتيهم عشان يجولك من كل ناحية عشان يزنوا معاكي، وبقى فيكي عكس عادة الستات في الزنا بتاعك عشان ما بيزنوش وراكي، لكن انتي بتدي اجرة ومفيش اجرة بتتعطالك، فبقيتي بالعكس. فعشان كده يا زانية اسمعي كلام الرب، كده قال السيد الرب، عشان خاطر ان النحاس بتاعك اتصرف واتكشفت العورة بتاعتك بزناكي مع اللي بيحبوكي،
وبكل أصنام النجاسات بتاعتك، وعشان دم ولادك اللي اديتيه لهم. عشان كده أديني أجمع كل اللي بيحبوكي، اللي حلويتي ليهم، وكل اللي حبيتيهم على كل اللي كرهتيهم، فأجمعهم عليكي من حواليكي، واكشف عورتك ليهم عشان يشوفوا كل العورة بتاعتك، واحكم عليكي أحكام الفجرة اللي بيهدروا الدم، وخليكي دم غيظ وغيرة، وسلمك لإيدهم فيهدوا القبة بتاعتك، ويهدوا الحتة العالية بتاعتك، ويخلعوا عنك هدومك، وياخدوا أدوات الزينة بتاعتك، ويسيبوكي مش لابسة وعريانة، ويطلعوا عليكي جماعة ويرجموكي بالحجارة، ويقطعوكي بالسيوف بتاعتهم، ويحرقوا بيوتك بالنار، وينفذوا عليكي أحكام قدام عينين ستات كتيرة، وأبطلك زنا، وكمان ما تتعطيش أجرة بعد كده، وأجيب غضبي عليكي فتنصرف غيرتي عنك، فأهدى وما غضبش بعد كده. وعشان إنك ما افتكرتيش أيام سباكي، لكن خليتيني أغضب غضب شديد في كل ده، فأديني أجيب كمان طريقك على راسك، بيقول السيد الرب. فما تعمليش الحاجة المكروهة دي فوق كل النجاسات بتاعتك. أهو كل اللي بيضرب مثل يضرب مثل عليكي ويقول زي الأم بنتها، بنت أمك أنتي اللي بتكره جوزها وولادها، وأنتي أخت إخواتك اللي كرهوا أجوازهم وولادهم. أمكو حسية، وأبوكو أموري، وأختك الكبيرة السامرة هي وبناتها اللي ساكنة على شمالك، وأختك الصغيرة اللي ساكنة على يمينك هي سدوم وبناتها. ولا في طريقهم مشيتي، ولا زي نجاساتهم عملتي، كأن ده قليل بس، فبوظتي أكتر منهم في كل الطرق بتاعتك. عايش أنا، بيقول السيد الرب، إن سدوم أختك ما عملتش هي ولا بناتها زي ما عملت انتي وبناتك. دي كانت خطية أختك سدوم، التكبر والشبع من العيش، وطمأنة الراحة كانت ليها ولبناتها، وما جمدتش إيد الفقير والمسكين، وتكبروا وعملوا النجاسة قدامي فخلعتهم زي ما شفت. وما غلطتش السامرة نص الخطايا بتاعتك، لكن زودتي النجاسات بتاعتك أكتر منهم، وطلعتي إخواتك صالحين بكل النجاسات بتاعتك اللي عملتيها. فشيلي كمان كسفتك، انت اللي بتحكمي على اخواتك بالخطايا بتاعتك اللي بيها تنجستي اكتر منهم، هم اصلح منك. فكسفي انت كمان، وشيلي العار بتاعك بتطليعك لاخواتك براءة، وارجع الاسر بتاعهم، اسر سدوم وبناتها، واسر السامرة وبناتها، واسر المأسورين بتوعك في وسطها، عشان تشيلي عارك وتكسفي من كل اللي عملتيه لما بتعزيهم. واخواتك سدوم وبناتها يرجعوا لحالتهم القديمة، والسامرة وبناتها يرجعوا لحالتهم القديمة، وانتي وبناتك ترجعوا لحالتكم القديمة. وما كانتش اختك سدوم تتسمع في بقك في يوم التكبر بتاعك قبل ما يكشف شرك، زي وقت عار بنات ارام وكل اللي حواليها، بنات الفلسطينيين اللي بيحتقروكي من كل ناحية. الحاجة المكروهة بتاعتك والنجاسات بتاعتك انت تشيليها، بيقول الرب، لانه كده قال السيد الرب، اني اعمل فيكي زي ما عملت عشان احتقرتي الحلفان لاجل ما تخلفي العهد. ولكن انا افتكر عهدي معاكي في ايام سباقي، واقوم ليكي عهد ملوش نهاية، فتفتكري الطرق بتاعتك وتتكسفي لما تاخدي اخواتك الكبار والصغيرين، وخليهم ليكي بنات، ولكن مش بالعهد بتاعك. وانا اقوم العهد بتاعي معاكي، فتعرفي اني انا الرب، عشان تفتكري فتتكسفي وما تفتحيش بقك بعد كده بسبب كسفتك، لما اغفر ليكي كل اللي عملتيه، بيقول السيد الرب. حزقيال 17. وكان ليا كلام الرب، يا ابن آدم قول فزورة واضرب مثل لبيت إسرائيل، وقول كده قال السيد الرب، نسر عظيم جناحاته كبيرة، الريش اللي في أول جناحاته طويل، كتافه عريضة وفي ألوان، جه للبنان وأخد فرع شجرة الأرز، قصف راس أغصانها
وجيه بيهم لأرض كنعان وخلاهم في مدينة التجار، وأخذ من زرع الأرض ورماه بغيط زرع وخلاه على مية كتيرة زي زرع صفصاف حطه، فنبت وبقى شجرة عنب منتشرة طولها قصير، حودت عليه الأغصان بتاعتها وكانت الجذور بتاعتها تحته، فبقت شجرة عنب ونبتت فروع وفرخت أغصان. وكان في نسر تاني عظيم جناحاته كبيرة كتافه عريضة، ففين وشجرة العنب دي راحت حودت عليه الجذور بتاعتها ونبتت ناحيته الأغصان بتاعتها عشان يسقيها من أحواض زهور غرسها في غيط كويس على مية كتيرة هي مغروسة عشان تنبت أغصان وتشيل ثمر فتبقى شجرة عنب واسعة. قول كده قال السيد الرب تنجح، مش تتقلع الجذور بتاعتها ويتقطع الثمر بتاعها فتنشف، كل أوراق الأغصان بتاعتها تنشف، ومش بدراع عظيمة أو بشعب كتير عشان يقلعوها من الجذور بتاعتها، أهي مغروسة تنجح مش تنشف نشفان كأن ريح الشرق صابتها، فأحواض زهور النبت بتاعها تنشف. وكان ليا كلام الرب، قول للبيت المتمرد معرفتوش ايه دي، قول اهو ملك بابل جه اورشليم واخد الملك بتاعها والرؤسة بتوعها وجه بيهم ليه لبابل، واخد من الزرع الملوكي وقطع معاه عهد ودخله في حلفان، واخد الجامدين بتوع الارض عشان تبقى المملكة حقيرة ومتعلاش عشان تحافظ على العهد فتثبت. فتمرد الملك عليه لما بعت الرسل بتوعه لمصر عشان يدوه خيل وشعب كتار، فيا ترى ينجح يفلت اللي يعمل كده او يكسر عهده ويفلت؟ عايش انا بيقول السيد الرب انه في مكان الملك اللي ملكه اللي احتقر الحلفان بتاعه وكسر العهد بتاعه، فعنده في وسط بابل يموت ومش بجيش عظيم وناس كتيرة يعينهم فرعون في الحرب، بحاجز يوقفوه وبرج يبنوه عشان قطع نفوس كتيرة لانه احتقر الحلفان لاجل ما يكسر العهد، وهو ادى ايده وعمل ده كله فما يفلتش. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب عايش انا ان حلفاني اللي احتقره وعهدي اللي كسره اردهم على راسه، وافرد الشبكة بتاعتي عليه فيتاخد في الفخ بتاعي، واجي بيه لبابل واحكمه هناك على الخيانة بتاعته اللي خني بيها، وكل الهربانين بتوعه وكل الجيوش بتاعته تقع بالسيف والباقيين يتنطوروا في كل ريح، فتعرفوا اني انا الرب اتكلمت. كده قال السيد الرب واخد انا من فرع شجرة الارز العالي واغرسه واقطع من راس الاغصان بتاعته غصن واغرسه على جبل عالي ومرفوع، فجبل اسرائيل العالي اغرسه فينبت اغصان ويشيل ثمر ويبقى شجر ارز واسع، فيسكن تحته كل طاير كل صاحب جناح يسكن في ظل اغصانه، فتعرف كل اشجار الغيط اني انا الرب نزلت الشجرة العالية ورفعت الشجرة الوطية ونشفت الشجرة الخضراء وفرخت الشجرة الناشفة. انا الرب اتكلمت وعملت. حزقيال 18. وكان ليا كلام الرب، مال كنتوا بتضربوا المثل ده على ارض اسرائيل وتقولوا الابهات كلوا العنب اللي مش مستوي وسنان الولاد درست؟ عايش انا بيقول السيد الرب ما يبقالكوش بعد كده انكم تضربوا المثل ده في اسرائيل، اهي كل النفوس هي ليا، نفس الاب زي نفس الابن، هما الاتنين ليا، النفس اللي تغلط هي تموت، والإنسان اللي كان صالح وعمل حق وعدل ما كلش على الجبال وما رفعش عينيه الأصنام بيت إسرائيل وما نجس مرات قريبه وما قربش لستة في الحب بتاعها وما ظلمش إنسان لكن رد للمديون الرهن بتاعه وما اغتصبش اغتصاب لكن إدى عيشه للجعان وكسى العريان توب وما اداش بالفايدة وما خدش فايدة على الدين وبطل ايده عن الظلم ونفذ العدل والحق بين الانسان والانسان،
ومشي في الفرايض بتاعتي وحافظ على الأحكام بتاعتي عشان يعمل بالحق، فهو صالح حياة يعيش، بيقول السيد الرب. فلو خلف ابن قاسي بيهدر دم فعمل حاجة من دي وما عملش كل دي، لكن أكل على الجبال ونجس مرات قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصاب وما رجعش الرهن ورفع عينيه للأصنام وعمل النجاسة وإدى بالفايدة وأخد فايدة الدين، يبقى يعيش ما يعيش؟ عمل كل النجاسات دي فموت يموت، دمه يبقى على راسه. ولو خلف ابن شاف كل خطايا أبوه اللي عملها فشافها وما عملش زيها، ما كلش على الجبال وما رفعش عينيه لأصنام بيت إسرائيل وما نجس مرات قريبه ولا ظلم إنسان ولا رهن رهن ولا اغتصب اغتصاب، لكن ادى عيشه للجعان وكسى العريان توب ورفع ايده عن الفقير وما خدش فايدة ولا فايدة الدين، لكن نفذ احكامي ومشي في الفرايب بتاعتي فما يموتش بخطية ابوه، عيشه يعيش. اما ابوه فلانه ظلم ظلم واغتصب اخوه اغتصاب وعمل اللي مش صالح بين شعبه، فاهو يموت بخطيته. وانتوا بتقولوا ليه ما يشيلش الابن من خطية الاب؟ اما الابن فعمل حق وعدل، حافظ على كل الفرايب بتاعتي وعمل بيها، فحياة يعيش. النفس اللي تغلط هي بموت. الابن ما يشيلش من خطية الاب، والاب ما يشيلش من خطية الابن. صلاح الصالح عليه يبقى، وشر الشرير عليه يبقى. فلو رجع الشرير عن كل الخطايا بتاعته اللي عملها وحافظ على كل الفرايب بتاعتي وعمل حق وعدل، فحياة يعيش ما يموتش. كل المعاصي بتاعته اللي عملها ما تتفكرش ليه، في الصلاح بتاعه اللي عمله يعيش. هل انبساط انبسط بموت الشرير؟ بيقول السيد الرب. مش برجوع عن الطرق بتاعته فيعيش. ولو رجع الصالح عن صلاحه وعمل خطية وعمل زي كل النجاسات اللي بيعملها الشرير، يبقى يعيش. كل صلاحه اللي عمله ما يتفكرش، في خيانته اللي خانها وفي خطيته اللي غلب بيها يموت. وانتوا تقولوا مش ثابت طريق الرب، فاسمعوا دلوقتي يا بيت اسرائيل، بقى طريقي هو اللي مش ثابت؟ مش طرقكو هي اللي مش ثابته؟ لو رجع الصالح عن الصلاح بتاعه وعمل خطية ومات فيها، فبالخطية بتاعته اللي عملها يموت. ولو رجع الشرير عن شره اللي عمله وعمل حق وعدل، فهو يعيش نفسه. شاف فرجع عن كل المعاصي بتاعته اللي عملها، فحياة يعيش ما يموتش. وبيت إسرائيل يقول طريق الرب مش ثابت، بقى الطرق بتاعتي اللي مش ثابتة يا بيت إسرائيل؟ مش الطرق بتاعتكو هي اللي مش ثابتة؟ عشان كده أحكم عليكو يا بيت إسرائيل، كل واحد زي الطرق بتاعته، بيقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل المعاصي بتاعتكو، وما تبقلكوش الخطية لجل ما تضيع. ارموا عنكو كل المعاصي بتاعتكو اللي عصيتوا بيها، واعملوا لنفسكو قلب جديد وروح جديد. فليه بموتوا يا بيت إسرائيل؟ لاني ما انبسطش بموت اللي يموت، بيقول السيد الرب. فارجعوا عيشوا. حزقيال 19. أما أنت فارفع مناحة على رؤسة إسرائيل وقول إيه هي أمك؟ لبوة ريحت بين الأسود، وربت الصغيرين بتوعها بين الأسود الصغيرة، ربت واحد من الصغيرين بتوعها فبقى أسد صغير، وتعلم يفترس الفريسة، أكل الناس، فلما سمعت بيه الشعوب التانية اتاخد في الحفرة بتاعتهم، فجم بيه بحلقات مناخير لأرض مصر. فلما شافت انها استنت وضاع الامل بتاعها، اخدت واحد تاني من الصغيرين بتوعها وخليته اسد صغير، فتمشى بين الاسود بقى اسد صغير، وتعلم يفترس الفريسة، اكل الناس وعرف له الترمل، وخرب المدن بتاعتهم، فصحرت الارض واللي مليها من صوت الزمجرة بتاعته. فاتفقت عليه الشعوب التانية من كل ناحية من البلاد، وفردوا عليه الشبكة بتاعتهم
فاتاخد في الحفرة بتاعتهم، فحطوه في قفص بحلقات مناخير وجابوه لملك بابل وجم بيه للإلاع عشان ما يتسمعش صوته بعد كده على جبال إسرائيل. أمك زي شجرة عنب، زيك غرست على المية، كانت بتطلع ثمار وبتفرخ من كتر المية، وكانت ليها فروع جامدة بفضل صولجانات اللي بيتسلطوا، وترفع قوامها بين الأغصان الخضرة وبانت في العلو بتاعها من كتر الأغصان بتاعتها، لكنها اتقلعت بغيظ وترمت على الأرض ونشفت ريح من الشرق السمر بتاعها، اتقصفت ونشفت الفروع بتاعتها الجامدة، أكلتها النار، ودلوقتي اتغرست في الصحراء في أرض ناشفة عطشانة، وخرجت نار من فرع من الأغصان بتاعتها أكلت السمر بتاعها، ودلوقتي ملهاش فرع جامد عشان صولجان تسلط، هي نوح وتبقى عشان مناحة. حزقيال 20. وحصل في السنة السابعة في الشهر الخامس في اليوم العاشر من الشهر، إن ناس من شيوخ إسرائيل جم عشان يسألوا الرب، فقعدوا قدامي، فكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وقول لهم كده قال السيد الرب: هو أنتوا جايين عشان تسألوني؟ عايش أنا ما تسألش منكم، بيقول السيد الرب. تحكم عليهم؟ تحكم عليهم يا ابن آدم؟ عرفهم نجاسات أبهاتهم وقول لهم كده قال السيد الرب: يوم ما اخترت إسرائيل ورفعت إيدي الخلف ببيت يعقوب وعرفتهم بنفسي في أرض مصر ورفعت لهم إيدي وقلت أنا الرب إلهكو، في اليوم ده رفعت لهم إيدي عشان أخرجهم من أرض مصر للأرض اللي اتجسستها ليهم بتفيد لبن وعسل، هي فخر كل الأراضي، وقلت لهم ارموا كل إنسان منكو نجاسات عينيه وما تتنجسوش بأصنام مصر، أنا الرب إلهكو. فتمردوا عليا ومعزوش يسمعولي، وما رماش الإنسان منهم نجاسات عينيه وما سابوش أصنام مصر، فقلت أنا كب غيظي عليهم عشان أكمل عليهم الغضب الشديد بتاعي في وسط أرض مصر، لكن عملت عشان خاطر اسمي عشان ما يتنجس قدام عينين الشعوب التانية اللي هم في وسطهم اللي عرفتهم بنفسي قدام عينيهم لما خرجتهم من أرض مصر، فخرجتهم من أرض مصر وجيب بيهم للصحراء وديتهم الفرايب بتاعتي وعرفتهم أحكامي اللي لو عملها إنسان يعيش بيها، وديتهم كمان سبوتي عشان تبقى علامة بيني وبينهم عشان يعرفوا أني أنا الرب اللي بيقدسهم. فتمرد علي بيت إسرائيل في الصحراء ما مشيوش في الفرايب بتاعتي ورفضوا أحكامي اللي لو عملها إنسان يعيش بيها، ونجسوا زبوتي كتير، فقلت أكب غيظي عليهم في الصحراء لأجل مفنيهم، لكن عملت عشان خاطر اسمي عشان ما يتنجس قدام عينين الشعوب التانية اللي خرجتهم قدام عينيهم، ورفعت كمان إيدي ليهم في الصحراء بأني مجيش بيهم للأرض اللي اديتها لهم اللي بتفيد لبن وعسل، هي فخر كل الأراضي، لأنهم رفضوا أحكامي وما مشيوش في الفرايب بتاعتي، لكن نجسوا زبوتي لأن قلبهم راح ورا الأصنام بتاعتهم، لكن عيني حنت عليهم عن أني أضيعهم، فما فنتهمش في الصحراء، وقلت لولادهم في الصحراء ما تمشوش في الفرايب بتاعت أبهاتكو وما تحفظوش على الأحكام بتاعتهم وما تتنجسوش بالأصنام بتاعتهم، أنا الرب إلهكو، فامشوا في الفرايب بتاعتي وحافظوا على أحكامي يعملوا بيها وقدسوا زبوتي، فتبقى علامة بيني وبينكو عشان تعرفوا أني أنا الرب إلهكو. فتمرد الأولاد عليا ما مشيوش في الفرايب بتاعتي وما حافظوش على أحكامي لجل ما يعملوها اللي لو عملها إنسان يعيش بيها، ونجسوا السبوب بتاعتي، فقلت أنا أكب غيظي عليهم عشان أكمل غضبي الشديد عليهم في الصحراء. بعدين بطلت إيدي وعملت عشان خاطر اسمي عشان ما يتنجس قدام عينين الشعوب التانية اللي خرجتهم قدام عينيهم، ورفعت كمان إيدي ليهم في الصحراء عشان أفرقهم في الشعوب التانية وبعترهم في الأراضي، لأنهم ما عملوش الأحكام بتاعتي
لكن رفضوا الفرايب بتاعتي ونجسوا زبوتي وكانت عينيهم ورا الأصنام بتاعت أبهاتهم. وديتهم كمان فرايب من الصالحة وأحكام ما يعيشوش بيها ونجستهم بالعطايا بتاعتهم عشان عدوا في النار كل اللي بيفتح رحم لجل مبيدهم عشان يعرفوا أني أنا الرب. عشان كده كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقول لهم كده قال السيد الرب في ده كمان جدف علي أبهاتكو عشان خلوني خيانة لما جيب بيهم للأرض اللي رفعت لهم إيدي عشان ادهلهم فشافوا كل تل عالي وكل شجرة خضرة فدبحوا هناك الدبايح بتاعتهم وقربوا هناك القرابين بتاعتهم اللي تغيظ وقدموا هناك روايح الفرح بتاعتهم وكبوا هناك الكباب بتاعتهم. فقلت لهم ايه المكان العالي ده اللي انتوا جايين له؟ فتسمى اسمه مكان عالي لحد اليوم ده. عشان كده قول لبيت اسرائيل كده قال السيد الرب اتنجستوا بطريق ابهاتكو وزنيتوا ورا النجاسات بتاعتهم وبتقديم العطايا بتاعتكو وتعديت ولادكو في النار تتنجسوا بكل الاصنام بتاعتكو للنهاردة فيبقى اتسئل منكو يا بيت اسرائيل؟ عايش انا بيقول السيد الرب ما تسئلش منكو واللي يخطر ببالكو مش هيبقى عشان بتقولوا نبقى زي الشعوب التانية زي قبائل الاراضي فنعبد الخشب والحجر. عايش انا بيقول السيد الرب اني بايد جامدة وبدراع مفرودة وبغضب شديد مكبوب املك عليكو واخرجكو من بين الشعوب واجمعكم الاراضي اللي اتفرقتوا فيها بايد جامدة وبدراع ممدودة وبغضب شديد مكبوب واجي بيكو لصحرة الشعوب واحكمكو هناك وش الوش زي ما حكمت ابهاتكو في صحرة ارض مصر بالشكل ده احكمكو بيقول السيد الرب واعديكو تحت العصاية وادخلكو في رباط العهد واعزل منكو المتمردين واللي بيتعدوا عليا اخرجهم من ارض الغربة بتاعتهم وما يدخلوش ارض اسرائيل فتعرفوا اني انا الرب. اما انتوا يا بيت اسرائيل فكده قال السيد الرب روحوا اعبدوا كل انسان الاصنام بتاعته وبعدين لو ما سمعتوش ليا فما تنجسوش اسمي القدوس بعد كده بالعطايا بتاعتكو وبالاصنام بتاعتكو لانه في جبلي المقدس في جبل اسرائيل العالي بيقول السيد الرب هناك يعبدني كل بيت اسرائيل كلهم في الارض هناك ارض عنهم وهناك اطلب التقدمات بتاعتكو واوائل عطاياكو مع كل الحاجات المقدسة بتاعتكو بريحة الفرح بتاعكو ارض عنكو لما خرجكو من بين الشعوب واجمعكم الاراضي اللي اتفرقتوا فيها واتقدس فيكو قدام عينين الشعوب التانية فتعرفوا اني انا الرب لما اجي بيكو الارض اسرائيل للارض اللي رفعت ايدي عشان اديها لابهاتكو وهناك تفتكروا الطرق بتاعتكو وكل اعمالكو اللي اتنجستوا بيها وتكرهوا نفسكو عشان خاطر كل الشرور اللي عملتوها فتعرفوا اني انا الرب لو عملت فيكو عشان خاطر اسمي مش زي طرقكو الشريرة ولا زي اعمالكو الفاسدة يا بيت اسرائيل بيقول السيد الرب. وكان ليا كلام الرب يا ابن ادم خلي وشك ناحية اليمن وتكلم ناحية الجنوب وتنبأ على غابة الغيط في الجنوب وقول لغابة الجنوب اسمعي كلام الرب كده قال السيد الرب اديني اولع فيكي نار فتاكل كل شجرة خضرة فيكي وكل شجرة ناشفة ما يطفيش اللهيب بتاعها المولع وتتحرق بيها كل الوشوش من الجنوب للشمال فيشوف كل بشر اني انا الرب ولعتها ما تطفيش. فقلت اه يا سيد الرب هم بيقولوا مش بيضرب هو امثال حزقيال 21. وكان ليا كلام الرب يا ابن ادم خلي وشك ناحية اورشليم وتكلم على الاماكن المقدسة وتنبأ على ارض اسرائيل وقول لارض اسرائيل كده قال الرب اديني عليكي واسحب سيفي من جرابه فاقطع منك الصالح والشرير من حيث اني اقطع منك الصالح والشرير. فعشان كده يخرج سيفي من الجراب بتاعه على كل بشر من الجنوب للشمال فيعرف كل بشر اني انا الرب. سحبت سيفي من الجراب بتاعه ما يرجعش تاني. اما انت يا ابن ادم فتنهب بكسرة الوسط وبمرارة
اتنهد قدام عينيهم. ويبقى لو قالولك على ايه بتتنهد، انك تقول على الخبر لانه جه، فيدوب كل قلب وترخي كل الايدين وتيأس كل روح، وكل الركب تبقى زي المية اهي جاية وتبقى، بيقول السيد الرب. وكان ليا كلام الرب: يا ابن ادم اتنبأ وقول كده، قال الرب، قول سيف، سيف اتحمى واتلمع كمان، اتحمى عشان يذبح ذبح واتلمع عشان يبرق. ولا ننبسط ونقول عصاية ابني تحتقر كل عصاية، وتعطله عشان يتلمع عشان يتمسك بالكف. السيف ده اتحمى وهو متلمع عشان يتسلم لإيد اللي يقتل. اصرخ وولول يا ابن آدم، لأنه يبقى على شعبي وعلى كل رؤسة إسرائيل. أهوال بسبب السيف تبقى على شعبي، عشان كده سقف على فخدك لأنه امتحان. ويبقى إيه لو ما كانتش كمان العصاية المحتقرة، بيقول السيد الرب. فتنبأ أنت يا ابن آدم وسقف كف على كف، ويتجهز السيف مرة تالتة، هو سيف المقتولين، سيف القتل العظيم اللي محوط حواليهم عشان ذوبان القلب وتكتير اللي يضيع. عشان كده خليت على كل الأبواب سيف متقلب. اتعمل بيبرق، هو متلمع عشان الذبح، انضم على اليمين، اقف على الشمال مكان ما يروح الحد بتاعك. وانا كمان اسقف كفي على كفي وهدي الغضب بتاعي، انا الرب اتكلمت وكان ليا كلام الرب. وانت يا ابن ادم عين لنفسك طريقين عشان يجي سيف ملك بابل، من ارض واحدة يخرج الاتنين، واعمل حجر يعلم الطريق على راس طريق المدينة. عين طريق عشان يجي السيف على ربة ولاد عمون وعلى يهوذا في اورشليم المتحصنة، لان ملك بابل وقف على اول الطريق على ناصية الطريقين عشان يعمل عرافة. لمع السهام، سأل بالتماثيل الصغيرة، بص للكبد. على يمينه كانت العرافة على اورشليم، عشان حط آلات حتف الحجارة، عشان فتح البق بأوامر القتل، عشان رفع الصوت بالهتاف، عشان حط آلات حتف الحجارة على الأبواب، عشان توقيف حاجز عشان بنا برج، وتبقى لهم زي عرافة كب في عينيهم اللي بيحلفوا لهم حلفان لكنه يفتكر الخطية لجل ما يتاخدوا. عشان كده بالشكل ده، قال السيد الرب، عشان خاطر انكم فكرتوا بالخطية بتاعتكم لما اتكشفت المعاصي بتاعتكم، لجل ما تظهر خطاياكم في كل الأعمال بتاعتكم، فمن التفكير بتاعكم تتاخدوا بالإيد. وانت يا نجس يا شرير رئيس إسرائيل اللي جه يومه في وقت خطية النهاية، كده قال السيد الرب، اخلع العمامة، ارفع التاج، دي ما تبقاش، ارفع الحقير ونزل العالي، عوجان 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 اخليه، ده كمان ما يبقاش لحد ما يجي لله الحكم فادهوله. وانت يا ابن ادم اتنبأ وقول كده، قال السيد الرب في ولاد عمون وفي التعيير بتاعهم، فقول سيف، سيف مسحوب للذبح، متلمع للآخر عشان يبرق، عشان بيشوفولك على الفاضي، بيعملولك عرافة كب عشان يخلوك على رقبة المقتولين الأشرار اللي جي يومهم في وقت خطية النهاية. يا ترى أرجعه للجراب بتاعه مش في المكان اللي اتخلقت فيه، في مكان ميلادك أحكمك، وكب عليكي الغضب بتاعي وبنار غيزي أنفخ عليكي، وخليكي في إيد رجالة أغبية يعملوا ضياع، تبقي أكلة للنار، دمك يبقى في وسط الأرض ما يفتكروكيش، لأني أنا الرب اتكلمت. حزقيال 22. وكان ليا كلام الرب: وانت يا ابن آدم تحكم، تحكم على مدينة الدم، فعرفها كل النجاسات بتاعتها وقول كده، قال السيد الرب، يا مدينة اللي بتهدر الدم في وسطها عشان يجي وقتها، اللي بتعمل أصنام لنفسها عشان تتنجس بيها، عملتي خطية بالدم بتاعك اللي هدرتيه، ونجستي نفسك بأصنامك اللي عملتيها، وقربت أيامك وجت سنينك، فعشان كده خليتك عار للشعوب التانية وترياء لكل الأراضي القريبة منك والبعيدة عنك
يتريقوا عليكي، يلي اسمك نجس، يلي اللخبطة بتاعتك كتيرة. اهو الرؤساء بتوع اسرائيل كل واحد على قد ما يقدر، كانوا فيكي عشان هدر الدم، فيكي اهانوا اب وام، في وسطك عملوا الغريب بالظلم، فيكي اضطهدوا اليتيم والارملة، احتقرتي الحاجات المقدسة بتاعتي ونجستي زبوتي، كان فيكي نمامين عشان يهدروا الدم، وفيكي اكلوا على الجبال، في وسطك عملوا حاجة مكروهة، فيكي كشف الانسان عورة ابوه، فيكي زلوا لمتنجسة بالحيط بتاعها، انسان عمل النجاسة بمرات قريبه، انسان نجس مرات ابنه بعمل مكروه، انسان زل فيكي اخته بنت ابوه، فيكي اخدوا الرشوة عشان هدر الدم، اخدتي الفايدة وفايدة الدين، وسلبتي قرايبك بالظلم، ونسيتيني بيقول السيد الرب، فاديني اسقف بكفي بسبب خطفك اللي خطفتيه، وبسبب الدم بتاعك اللي كان في وسطك. فهل يثبت قلبك او تقوى ايديكي في الايام اللي عاملك فيها؟ انا الرب اتكلمت وحامل، واشتتك بين الشعوب التانية، وابعترك في الاراضي، واشيل النجاسة بتاعتك منك، وتتنجسي بنفسك قدام عينين الشعوب التانية، وتعرفي اني انا الرب. وكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم، بيت اسرائيل بقوا ليا شوائب، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط فرن، بقوا شوائب فضة. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، من حيث انكم كلكم بقيتوا شوائب، فعشان كده اديني اجمعكم في وسط اورشليم، جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير لوسط فرن عشان نفخ النار عليها عشان تتسبك، كمان اجمعكم بالغضب بتاعي وبغضبي الشديد، وارميكو واسبككو، فاجمعكو وانفخ عليكو في نار غضبي فتتسبكو في وسطها، زي ما بتتسبك الفضة في وسط الفرن بالشكل ده تتسبكو في وسطها، فتعرفوا اني انا الرب كبيت الغضب الشديد بتاعي عليكو. وكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم قل لها، انت الارض اللي ما اتطهرتش، ما تمطرش عليها في يوم الغضب، مؤامرة الأنبياء بتوعها في وسطها زي أسد بيزمجر بيخطف الفريسة، أكلوا نفوس، أخدوا الكنز والغالي، كتروا الأرامل بتوعها في وسطها، الكهنة بتوعها خلفوا الشريعة بتاعتي ونجسوا الأماكن المقدسة بتاعتي، ما ميزوش بين المقدس والحلال، ومعرفوش الفرق بين النجس والطاهر، وغطوا عنيهم عن ثبوتي فتنجست في وسطهم، الرؤسة بتوعها في وسطها زي ديبة بتخطف خطف عشان هدر الدم، عشان تضيع نفوس، عشان كسب مكسب، والأنبياء بتوعها طينوا لهم بالطين، وهم بيشوفوا على الفاضي وبيعملوا لهم عرافة بالكذب ويقولوا كده قال السيد الرب، والرب ما اتكلمش. شعب الأرض ظلموا ظلم واغتصبوا غصب، واضطهدوا الفقير والمسكين، وظلموا الغريب من غير حق، وطلبت من بينهم راجل يبني حيطة ويقف في الشقة قدامي عن الأرض عشان ما خربهاش، فما لقيتش، فكبيت غضبي شديد عليهم فنتهم بنار غضبي، جبت طريقهم على رأسهم، بيقول السيد الرب. حزقيال 23. وكان ليا كلام الرب، يا ابن آدم، كان في ستتين بنات أم واحدة زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم، وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم، واسمهم أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانوا ليا وخلفوا ولاد وبنات، واسمهم السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة، وزنت أهولة وهي مرتبطة بيا، وعشقت اللي بيحبوها أشور القريبين اللي لابسين بنفسجي، ولا وحكام كلهم شبان شهوة فرسان ركبين الخيل، فدفعت لهم أجرة زناها للي اختارتهم من كل ولاد أشور، وتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان، لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها وكبوا عليها زناهم، عشان كده سلمتها لإيد عشقها لإيد ولاد أشور اللي عشقتهم،
هم كشفوا عورتها، أخذوا أولادها وبناتها وقتلوها بالسيف، فبقت عبرة للستات ونفذوا فيها حكم. فلما شافت أختها أهوليبة ده، بوظت في العشق بتاعها أكتر منها، وفي الزنا بتاعها أكتر من زنا أختها. عشقت ولاد أشور الولاة والحكام القريبين اللي لابسين لبس فخم، فرسان راكبين الخيل كلهم شبان شهوة، فشفت انها اتنجست وليهم هما الاتنين طريق واحد، وزودت الزنا بتاعها. فبصت على رجالة مرسومين على الحيطة، صور الكلدانيين مرسومة بمغرى، مشدودين بحزمة على وسطهم، العمامات بتاعتهم نازلة على راسهم، كلهم في المنظر رؤسة مركبات شبه لبابة للكلدانيين، أرض الميلاد بتاعهم، عشقتهم لما لمحتهم عينيها وبعتت ليهم رسل لأرض الكلدانيين، فجولها ولاد بابل في سرير الحب ونجسوها بالزنا بتاعهم، فتنجست بيهم وكرهتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت العورة بتاعتها، فكرهتها نفسي زي ما كرهت نفسي أختها، وكترت زناها لما افتكرت أيام صباها اللي فيها زنت في أرض مصر، وعشقت عشاقها اللي لحم حمير لحمهم ومني خيول المني بتاعهم. وافتكرتي الحاجة المكروهة بتاعت الصبا بتاعك لما زغزغ المصريين حلماتك عشان صدر الصبا بتاعك. عشان كده يا أهوليبة، كده قال السيد الرب، اديني افوق عليك عشائك اللي كرهتهم نفسك، واجي بيهم عليك من كل ناحية، ولاد بابل وكل الكلدانيين، فقود وشوع وقوع، ومعاهم كل ولاد أشور شبان شهوة، ولاو حكام كلهم رؤسة مركبات ومشهورين، كلهم راكبين الخيل، فييجوا عليكي بأسلحة مركبات وعجلات وبجماعة شعوب، يحطوا عليكي الترس والترس الكبير والخوذة من حواليكي، وسلم لهم الحكم فيحكموا عليكي بأحكامهم، وخلي الغيرة بتاعتي عليكي فيعملوكي بالغضب الشديد، يقطعوا مناخيرك وودانك والبقية بتاعتك تقع بالسيف، ياخدوا ولادك وبناتك وتتاكل بقيتك بالنار، ويخلعوا عنك هدومك وياخدوا أدوات الزينة بتاعتك، وأبطل الحاجة المكروهة بتاعتك عنك وزناكي من أرض مصر، فما ترفعيش عينيكي ليهم وما تفتكريش مصر بعد كده، لأنه كده قال السيد الرب، أديني أسلمك لإيد اللي كرهتيهم، لإيد اللي كرهتهم نفسك، فيعملوكي بالكره وياخدوا كل التعب بتاعك، ويسيبوكي من غير لبس وعريانة، فتكشف عورة زناكي والحاجة المكروهة بتاعتك وزناكي. أعمل فيكي ده لأنك زنيتي ورا الشعوب التانية، لأنك اتنجستي بالأصنام بتاعتهم، في طريق أختك مشيتي فأزوق الكيس بتاعها في إيدك. كده قال السيد الرب، إنك تشربي كيس أختك الغويطة الكبيرة، تبقي للضحك والتريقة تساع كتير، تتملي سكر وحزن، كيس الحيرة والخراب، كيس أختك السامرة، فتشربيها وتمصيها وتقطمي حتة الفخار بتاعتها وتقطعي صدرك، لأني اتكلمت بيقول السيد الرب، لأنه كده قال السيد الرب، عشان خاطر إنك نسيتيني ورميتيني ورا ظهرك، فتشيلي كمان الحاجة المكروهة بتاعتك والزنا بتاعك. وقال الرب ليا، يا ابن آدم، تحكم على أهولة وأهوليبة؟ لكن بلغهم بالنجاسات بتاعتهم، لأنهم زنوا وفي إيديهم دم، وزنوا بالأصنام بتاعتهم، وكمان عدوا ولادهم اللي خلفوهم لي في النار أكل ليها، وعملوا كمان ده فيا، نجسوا المكان المقدس بتاعي في اليوم ده، ودنسوا السبوب بتاعتي، ولما ذبحوا ولادهم للأصنام بتاعتهم جم في اليوم ده للمكان المقدس بتاعي عشان ينجسوه، فأهو بالشكل ده عملوا في وسط بيتي. لكن بعتوا الرجالة جايين من بعيد اللي بعت لهم رسول، فأهم جم هم اللي عشان خاطرهم استحميتي
وكحلت عينيك وتحليتي بالجواهر وقعدتي على سرير فخم قدامه ترابيزه متوضبه وحطيتي عليها بخوري والزيت بتاعي وصوت جمهور مطمن فيها مع ناس من رعاع الخلق. اتجاب ستاره من الصحراء اللي خلوا اسوير على ايديهم وتاج جمال على راسهم. فقلت عن اللي دابت زنا دلوقتي يزنوا معاها كمان، فدخلوا عليها زي ما بيدخل على ست زانية. بالشكل ده دخلوا على اهولة وعلى اهوليبة، الستتين الزواني، والرجالة الصالحين هما يحكموا عليهم حكم زانية وحكم اللي بتهدر الدم، لانهم زواني وفي ايديهم دم. لانه كده قال السيد الرب اني اطلع عليهم جماعة واسلمهم للظلم والنهب، وترجمهم الجماعة بالحجارة ويقطعوهم بسيوفهم، ويذبحوا ولادهم وبناتهم، ويحرقوا بيوتهم بالنار، فأبطل الحاجة المكروهة من الأرض، فتتأدب كل الستات وما يعملوش زي الحاجة المكروهة بتاعتكو، ويرجعوا عليكو الحاجة المكروهة بتاعتهم، فتشيلوا خطايا الأصنام بتاعتكو وتعرفوا إني أنا السيد الرب. حزقيال 24. وكان ليا كلام الرب في السنة التاسعة في الشهر العاشر في اليوم العاشر من الشهر. يا ابن آدم اكتب لنفسك اسم اليوم، اليوم ده نفسه، لأن ملك بابل قرب لأورشليم اليوم ده نفسه، واضرب مثل للبيت المتمرد وقول لهم كده قال السيد الرب، حط القدر، حطه وصب فيه مية كمان، جمع فيه حتة الذبيحة، كل حتة كويسة، الفخذ والكتف املوها بأحسن العظم، خدوا من أحسن الغنم وكمة العظم تحتها، اغليها غليان فيتسلق كمان العظم بتاعها في وسطها. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، يا ويل مدينة الدم، القدر اللي فيه صدى النحاس بتاعه واللي يخرج منه الصدى بتاعه، خرجوها حتة حتة، ما تتعملش عليها قرعة، لأن دمها في وسطها، حطيته على المكان الواضح في الصخر، ما كبتهوش على الأرض عشان تخبيه بالتراب، عشان طلوع الغضب، عشان ينتقم انتقام، حطت الدم بتاعها على المكان الواضح في الصخر عشان ما يتخباش. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، يا ويل مدينة الدم، أنا أكبر الكومة بتاعتها، كتر الحطب، ولع النار، سوي اللحمة، تبلها تبيل ويتحرق العظم، بعدين حطها فاضية على الفحم المولع عشان يحمى النحاس بتاعها ويحرق، فيدوب القذارة بتاعتها فيها ويفنى الصدى بتاعها. بالشقة تعبت ومخرجش منها كتر الصدى بتاعها، في النار الصدى بتاعها، في النجاسة بتاعتك حاجة مكروهة، لأني طهرتك فما اتطهرتيش ومش هتتطهري بعد كده من النجاسة بتاعتك لحد ما ريح الغيظ بتاعي فيكي. أنا الرب اتكلمت، يجي فأعمله، ما سيبش وما حنش وما ترجعش، حسب الطرق بتاعتك وحسب أعمالك يحكموا عليكي، بيقول السيد الرب. وكان ليا كلام الرب، يا ابن آدم أديني أخد منك اللي عينيك بتحبه بضربة، فما تنحش وما تعيطش وما تنزلش بموعك، اتناهد وانت ساكت، ما تعملش مناحة على ميتين، لف عمامتك عليك وخلي النعلين بتوعك في رجليك، وما تغطيش شنباتك وما تاكلش من عيش الناس. فكلمت الشعب في الصبح وماتت مراتي في المساء، وعملت تاني يوم زي ما اتأمرت. فقال لي الشعب، مش تبلغنا؟ مالنا ودي اللي انت بتعملها؟ فجاوبتهم، كان ليا كلام الرب، كلم بيت اسرائيل كده قال السيد الرب، اديني انجس المكان المقدس بتاعي، فخر العز بتاعكو اللي عينيكو بتحبه، ومنية نفوسكو وولادكو وبناتكو اللي سبتوهم يقعوا بالسيف، وتعملوا زي ما عملت، ما تغطوش شنباتكو وما تاكلوش من عيش الناس، وتبقى العمامات بتاعتكو على راسكو والنعال بتاعتكو في رجليكو، ما تنحوش وما تعيطوش، وتفنوا بالخطايا بتاعتكو، تتقوهوا على بعض، ويبقى حزقيال ليكوا علامة زي كل ما عمل تعمله. لو جهده تعرفوا اني انا السيد الرب. وانت يا ابن ادم
ما يبقاش في يوم ما اخد منهم العز بتاعهم، انبساط الفخر بتاعهم، اللي بتحبوا عينيهم وعلو نفسهم ولادهم وبناتهم، ان يجيلك في اليوم ده اللي يفلت عشان يسمع ودانك، في اليوم ده يتفتح بقك للي فلت وتتكلم، وما تبقاش من بعد كده اخرس وتبقى ليهم علامة فيعرفوا اني انا الرب. حزقيال 25. وكان ليا كلام الرب: يا ابن ادم، خلي وشك ناحية ولاد عمون وتنبأ عليهم، وقول لولاد عمون اسمعوا كلام السيد الرب. كده قال السيد الرب: عشان خاطر انك قلتي ها على المكان المقدس بتاعي لانه تنجس، وعلى ارض اسرائيل لانها خربت، وعلى بيت يهوذا لانهم راحوا للاسر، فعشان كده اهو انا اسلمك لولاد الشرق ملك، فيقوموا الحصون بتاعتهم فيكي، ويخلوا المساكن بتاعتهم فيكي، هم ياكلوا الغلة بتاعتك وهم يشربوا اللبن بتاعك، وخلي ربا استراحة للجمال، وولاد عمون مكان راحة للغنم، فتعرفوا اني انا الرب، لانه كده قال السيد الرب: عشان خاطر انك سقفتي بايديكي وخبطتي برجليكي وفرحتي بكل احتقارك للنفس على ارض اسرائيل، فعشان كده اديني امد ايدي عليكي واسلمي غنيمة للشعوب التانية، واشدك من الجزور من الشعوب، وافنيكي من الاراضي، اخربك فتعرفي اني انا الرب. كده قال السيد الرب: عشان خاطر ان مؤاب وسعير بيقولوا اهو بيت يهوذا زي كل الشعوب التانية، عشان كده اديني افتح كتف مؤاب من المدن، من المدن بتاعته من اخرها قبهة الارض، بيب بشيموت وبعل معون وقريتايم، لولاد الشرق على ولاد عمون، وديها ورث عشان ما يفتكروش ولاد عمون بين الشعوب التانية، وفي مؤاب انفذ احكام فيعرفوا اني انا الرب. كده قال السيد الرب: عشان خاطر ان ادوم اشتغل بالانتقام على بيت يهوذا، فاخطوا خطية وانتقموا منهم، عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: ومد ايدي على ادوم واقطع منها الانسان والحيوان، وخليها خراب من اليمن والحد ددان يقعوا بالسيف، وخلي الانتقام بتاعي في ادوم بايد شعبي اسرائيل، فيعملوا في ادوم زي غضبي وزي الغضب الشديد بتاعي، فيعرفوا الانتقام بتاعي، بيقول السيد الرب. كده قال السيد الرب: عشان خاطر ان الفلسطينيين اشتغلوا بالانتقام وانتقموا انتقام باحتقار النفس لجل الضياع، عداوة ملهاش نهاية، فعشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: اديني امد ايدي على الفلسطينيين واشد جدور الكريتيين، وضيع بقية شط البحر، ونفذ عليهم انتقامات عظيمة بتأديب غضب شديد، فيعرفوا اني انا الرب لما خلي الانتقام بتاعي عليهم. حزقيال 26. وحصل في السنة 11 في اول الشهر ان كلام الرب كان ليا: يا ابن ادم، عشان خاطر النسور قالت على اورشليم ها انكسرت دورة في الشعوب، حودت ليا اتملي لو خربت، عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: اديني عليك يا سور، فاطلع عليك شعوب تانية كتيرة زي ما بيعلي البحر الامواج بتاعته، فيخربوا اسوار سور ويهدوا الابراج بتاعتها، واكشط التراب بتاعها عنها، وخليها مكان واضح في الصخر، فتبقى مكان يفردوا فيه الشباك في وسط البحر، لاني انا اتكلمت بيقول السيد الرب، وتبقى غنيمة للشعوب التانية، وبناتها اللي في الغيط يتقتلوا بالسيف، فيعرفوا اني انا الرب، لانه كده قال السيد الرب: اديني اجيب على صور نبوخذ نصر ملك بابل من الشمال، ملك الملوك بخيل ومركبات وفرسان وجماعة وشعب كتير، فيقتل بناتك في الغيط بالسيف، ويبني عليك حصون، ويبني عليك برج، ويقوم عليك حاجز، ويرفع عليك ترس، ويخلي آلات حتف حجارة على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات الحرب بتاعته، وعشان كتر خيله يغطيك الغبار بتاعها، من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك لما يدخل أبوابك، زي ما بتدخل مدينة
في فتحات في أسوارها، بضوافر الخيل بتاعه يدوس كل الشوارع بتاعتك، يقتل شعبك بالسيف، والحاجات المنصوبة بتاعت القوة بتاعتك تقع على الأرض، وينهبوا ثروتك، ويسلبوا التجارة بتاعتك، ويهرسوا أسوارك، والبيوت اللي بتمدحيها يهدموها، ويحطوا حجارتك وخشبك وترابك في وسط المية، وبطل دوشة أناشيدك وصوت الأعواب بتاعتك ما يتسمعش بعد كده، وخليكي زي مكان واضح في الصخر، فتبقي مكان يفردوا فيه الشباك، ما تبنيش بعد كده، لأني أنا الرب اتكلمت، بيقول السيد الرب. كده قال السيد الرب للسور، مش تتزلزل الجزر لما يسمعوا صوت وقوعك، وقت ما يصرخ المجروحين، لما يحصل القتل في وسطك، فينزل كل رؤسة البحر عن كراسيهم، ويخلعوا الجبب بتاعتهم، ويخلعوا هدومهم المطرزة، يلبسوا رعب كتير، ويقعدوا على الأرض، ويترعشوا كل لحظة، ويتحيروا منك، ويرفعوا عليكي مناحة ويقولولك، ازاي فنيتي من البحور يا مدينة العمار؟ المدينة المشهورة اللي كانت جامدة في البحر، هي والسكان بتوعها اللي وقعوا رعبهم على كل اللي ساكنينها، دلوقتي تترعش الجزر يوم وقوعك، وتتلخبط الجزر اللي في البحر من خروجك، لأنه كده قال السيد الرب، لما خليكي مدينة خربانة زي المدن اللي مش مسكونة، لما طلع عليكي المية الكتيرة فتغطيكي المية الكتيرة، أنزلك مع اللي نازلين في الحفرة لشعب زمان، وأعادك في أوطى الأرض في الخرب اللي ملهاش نهاية مع اللي نازلين في الحفرة، عشان تبقي مش مسكونة، وخلي زقططة في أرض اللي عايشين، أخليكي أهوال وما تبقيش، وتطلبي فما تتلاقيش بعد كده لمن غير نهاية، بيقول السيد الرب. حزقيال 27. وكان ليا كلام الرب، وانت يا ابن آدم ارفع مناحة على سور، وقول لسور يا سكن عند مداخل البحر، تجرت الشعوب لجزر كتيرة، كده قال السيد الرب، يا سور انت قلتي انا كملة الجمال، الحدود بتاعتك في قلب البحور، البنايين بتوعك كملوا الجمال بتاعك، عملوا كل ألواحك من شجر الثرو بتاع سنير، أخدوا شجر أرز من لبنان عشان يعملوا ليكي أعمدة عالية، عملوا من شجر البلوط بتاع باشان المجاديب بتاعتك، عملوا الأخشاب بتاعتك بالعاجل متطعم من جزر كتيم، كتيم متطرز من مصر هو الشراع بتاعك عشان يبقى ليكي علم، البنفسجي والأرجوان من جزر أليشة كان الغطا بتاعك، أهل صيدون وإرواد كانوا بيجدفولك، الحكمة بتوعك يا سور اللي كانوا فيكي هم قواد السفن بتوعك، شيوخ جبيل والحكمة بتوعها كانوا اللي بيسدولك شقوق السفن، كل سفن البحر والنوتية بتوعها كانوا فيكي عشان يتاجروا بالتجارة بتاعتك، فارس ولود وفوط كانوا في الجيش بتاعك، رجالة حربك علقوا فيكي ترس وخوزة، هم بقوا لبها بتاعتك، ولاد إرواد مع جيشك على الأسوار من حواليكي، والأبطال كانوا في الأبراج بتاعتك، علقوا التروس بتاعتهم على أسوارك من حواليكي، هم كملوا الجمال بتاعك، ترشيش تجرب معاكي من كتر كل ثروة، بالفضة والحديد والقصدير والرصاص قوموا الأسواق بتاعتك، اليونان وتوبال وماشك هم التجار بتوعك، بنفوس الناس وبأواني النحاس قوموا التجارة بتاعتك، ومن بيت تجارما بالخيل والفرسان والبغال قوموا أسواقك، ولاد ددان التجار بتوعك، جزر كتيرة تجار ايدك، ادوا الهدية بتاعتك قروم من العاج والأبانوس، أرام تجرب معاكي من كتر الصنايع بتاعتك، تجرف أسواقك بحجر البهرمان وبالأرجوان والمطرز والبوص والمرجان والياقوت، يهوذا وأرض إسرائيل هم التجار بتوعك، تجرف السوق بتاعك بالقمح بتاع منيت وحلاوة وعسل وزيت ومرهم البلسم، دمشق تجرب معاكي من كتر الصنايع بتاعتك وكتر كل ثروة، بالخمرة بتاعت حلبون والصوف الأبيض، ودان واليونان قدموا خمرة أزال في أسواقك، حديد مشغول وتوابل السليخة وقصب الزريرة كانوا في السوق بتاعك، ددان تجرب معاكي بحصير عشان الركوب، العرب وكل الرؤسة بتوع قدار هم تجار ايدك، بالخرفان والكباش والتيوس في دي كانوا التجار بتوعك.
تجار شبا ورعمة هم التجار بتوعك، بأفخر كل أنواع التوابل وبكل حجر كريم والذهب قوموا الأسواق بتاعتك. حران وكنة وعدن تجار شبا وأشور وكلمد التجار بتوعك، دول تجروا معاكي بحاجات غالية بأتواب بنفسجية ومتطرزة وبسجاب متزركش بحبال مبرومة وجمدة في الأسواق بتاعتك. سفن ترشيش اللي بتنقل التجارة بتاعتك فاتملت وبقت عظيمة قوي في قلب البحور اللي بيجدفوا جنبيك المية كتيرة، كسرتك ريح الشرق في قلب البحور. ثروتك وأسواقك وبضاعتك والنوتية بتوعك وقواد السفن بتوعك واللي بيسدوا شقوق سفنك واللي بيتاجروا بالتجارة بتاعتك وكل رجالة حربك اللي فيكي وكل الجماعة بتاعتك اللي في وسطك يقعوا في قلب البحور في يوم ما تقعي من صوت صريخ قواد السفن بتاعتك تتزلزل المراعي، وكل اللي ماسكين بالمجداف والنوتية وكل قوات سفن البحر ينزلوا من السفن بتاعتهم ويقفوا على الشط ويسمعوا صوتهم عليكي ويصرخوا بمرارة ويبعتروا تراب فوق رأسهم ويتمرغوا في الرماد ويحلقوا عليكي قرعة ويشدوا خيش ويبكوا عليكي بمرارة نفس نحيب مر، وفي النوح بتاعهم يرفعوا عليكي مناحة ويتصعبوا عليكي ويقولوا انهي مدينة زي صور زي اللي متسكتة في قلب البحر. لما كانت تخرج بضايعك من البحور كانت تشبع شعوب كتيرة بكتر الثروة بتاعتك وتجارتك اغنيتي ملوك الارض. لما اتكسرتي من البحور في اعماق المية وقعت التجارة بتاعتك وكل جماعتك، كل سكان الجزر يتحيروا عليكي والملوك بتوعهم يأشعروا أشعرة تبهت وشوشهم، التجار وسط الشعوب يصفروا عليكي فتبقي أهوال وما تبقيش بعد كده لمن غير نهاية. حزقيال 28. وكان ليا كلام الرب، يا ابن آدم قول لرئيس سور كده قال السيد الرب، عشان خاطر ان قلبك اترفع وقلت انا اله فقعدت الالهة اقعد في قلب البحور، وانت انسان مش اله ولو خليت قلبك زي قلب الالهة اهو انت احكم من دانيال، سر ما يخفاش عليك وبحكمتك وبالفهم بتاعك عملت لنفسك ثروة وعملت الذهب والفضة في الخزاين بتاعتك، بكتر الحكمة بتاعتك في تجارتك كترت الثروة بتاعتك فترفع قلبك بسبب الغنى بتاعك. فعشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، عشان خاطر ان خليت قلبك زي قلب الالهة عشان كده اديني اجيب عليه غربة جبابرة شعوب تانية فيشدوا سيوفهم على جمال الحكمة بتاعتك ويدنسوا الشباب بتاعك، ينزلوك للحفرة فتموت موت المقتولين في قلب البحور. هتقول كلام قدام اللي بيقتلك انا اله وانت انسان مش اله في ايد اللي بيطعنك؟ موت اللي مش متطهرين تموت بايد الغربة لاني انا اتكلمت بيقول السيد الرب. وكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم ارفع مناحة على ملك سور وقول له كده قال السيد الرب، انت خاتم الكمال مليان حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله كل حجر كريم الكسوة بتاعتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع وياشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد، ومن ذهب اتعملت الدفوف بتاعتك والمزامير بتاعتك يوم ما اتخلقت اتجهزت. انت الملاك الممسوح اللي مرمي عليك الظل وقومتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار بمشيت، انت كامل في طرقك من يوم ما اتخلقت لحد ما اتلقت فيك خطية، بكتر التجارة بتاعتك ملو جواك ظلم فغلطت، فارميك من جبل الله وافنيك يا ملاكي متضلل من بين حجارة النار، اترفع قلبك في جمالك فبوظت الحكمة بتاعتك على شبابك، ارميك للارض وخليك قدام الملوك عشان يبصولك، نجست الأماكن المقدسة بتاعتك بكتر خطاياك بظلم التجارة بتاعتك، فأخرج نار من وسطك فتاكلك
وأخليك رماد على الأرض قدام عينين كل اللي يشوفك، فيتحير منك كل اللي يعرفوك بين الشعوب، وتبقى أهوال وما تبقاش بعد كده لمن غير نهاية. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، خلي وشك ناحية صيدون وتنبأ عليها وقول كده قال السيد الرب: أديني عليك يا صيدون وهتمجد في وسطك، فيعرفوا أني أنا الرب لما أنفذ فيها أحكام وأتقدس فيها وأبعت عليها وبا ودم للطرق الضيقة بتاعتها، ويقع المجروحين في وسطها بالسيف اللي عليها من كل ناحية، فيعرفوا أني أنا الرب. فما يبقاش بعد كده البيت إسرائيل نبات شوك ممرر ولا شوكة بتوجع من كل اللي حواليهم اللي بيكرهوهم، فيعرفوا أني أنا السيد الرب. كده قال السيد الرب لما جمع بيت إسرائيل من الشعوب اللي اتفرقوا بينهم وتقدس فيهم قدام عينين الشعوب التانية يسكنوا في أرضهم اللي اديتها العبد يعقوب، ويسكنوا فيها في أمان، ويبنوا بيوت ويغرسوا غيطان عنب ويسكنوا في أمان لما أنفذ أحكام على كل اللي بيكرهوهم من حواليهم، فيعرفوا أني أنا الرب إلههم. حزقيال 29. في السنة العشرة في اليوم ال 12 من الشهر العاشر كان ليا كلام الرب: يا ابن آدم، خلي وشك ناحية فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها، اتكلم وقول كده قال السيد الرب: أديني عليك يا فرعون ملك مصر، التمساح الكبير اللي راقد في وسط الأنهار بتاعته، اللي قال النهر بتاعي ليا وأنا عملته لنفسي، فأخلي لجامات في دقنك وألزق سمك الأنهار بتاعتك في القشر بتاعك، وطلعك من وسط أنهارك وكل سمك أنهارك ملزق في القشر بتاعك، وأسيبك في الصحراء أنت وكل سمك أنهارك على وش الغيط تقع فما تتجمعش وما تتلمش، اديتك اكل لوحوش الارض ولطيور السماء، ويعرف كل سكان مصر اني انا الرب عشان خاطر كونهم عكاز قصب لبيت اسرائيل. لما مسكوك بالكف اتكسرت ومزقت لهم كل كتف، ولما سندوا عليك اتكسرت ووقفت لهم الظهر من الجنبين. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: أديني أجيب عليك سيف وأقطع منك الإنسان والبهيمة، وتبقى أرض مصر مسحرة وخربانة، فيعرفوا أني أنا الرب، لأنه قال النهر ليا وأنا عملته. عشان كده أهو أنا عليك وعلى الأنهار بتاعتك، وأخلي أرض مصر خرب خربانة مسحرة من مجدل لأسوان لحد الحد بتاع كوش، ما تمرش فيها رجل إنسان وما تمرش فيها رجل بهيمة، وما تتسكنش 40 سنة، وأخلي أرض مصر مسحرة في وسط الأراضي المسحرة، والمدن بتاعتها في وسط المدن الخربانة تبقى مسحرة 40 سنة، وأشتت مصر بين الشعوب التانية وأشتتهم في الأراضي، لأنه كده قال السيد الرب: لما تخلص 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب اللي تشتتوا بينهم، وأرجع أسر مصر وأرجعهم لأرض فتروس لأرض الميلاد بتاعهم، ويبقوا هناك مملكة حقيرة تبقى حقيرة وما تعلاش بعد كده على الشعوب التانية، وقللهم عشان ما يتحكموش في الشعوب التانية، فما تبقاش بعد كده اللي يعتمد عليه بيت إسرائيل وتفكر بالخطية لما راح وراهم، ويعرفوا اني انا السيد الرب. وحصل في السنة 27 في الشهر الاولاني في اول الشهر ان كلام الرب كان ليا: يا ابن ادم، نبوخذ نصر ملك بابل استخدم جيشه في عمل عظيم على سور، كل راس اقرع وكل كتف اتعرى، وما كانش ليه ولا للجيش بتاعه اجرة من سور عشان الخدمة بتاعته اللي خدم بيها عليها. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: أديني أدي أرض مصر
لنبوخذ نصر ملك بابل، فياخد الثروة بتاعتها وياخد الغنيمة بتاعتها وينهب النهب بتاعها، فتبقى أجرة لجيشه. اديته أرض مصر عشان خاطر شغله اللي خدم بيه، لأنهم عملوا علشاني، بيقول السيد الرب. في اليوم ده أنبت أرن البيت إسرائيل وأدي فتح البق في وسطهم فيعرفوا أني أنا الرب. حزقيال 30. وكان ليا كلام الرب: يا ابن آدم اتنبأ وقول كده قال السيد الرب، ولولو يا دي اليوم، لأن اليوم قريب ويوم للرب قريب، يوم غيم يبقى وقت للشعوب التانية، ويجي سيف على مصر ويبقى في كوش خوف شديد لما يقع المقتولين في مصر وياخدوا ثروتها وتتهدم الأساسات بتاعتها، يقع معاهم بالسيف كوش وفوط ولود وكل الأجانب وكوب ولاد أرض العهد، كده قال الرب، ويقع اللي بيساعدوا مصر وينزل تكبر القوة بتاعتها من مجدل لحد أسوان، يقعوا فيها بالسيف، بيقول السيد الرب. فتسحر في وسط الأراضي المسحرة وتبقى المدن بتاعتها في وسط المدن الخربانة، فيعرفوا أني أنا الرب لما ولع نار في مصر ويكسر كل اللي بيساعدوها. في اليوم ده يخرج من عندي رسل في سفن عشان يخوفوا كوش المطمنة، فيجي عليهم خوف عظيم زي ما في يوم مصر، لان اهو يجي، كده قال السيد الرب، اني افني ثروة مصر على ايد نبوخذ نصر ملك بابل، هو وشعبه معاه جبابرة الشعوب التانية يتجابوا عشان خراب الارض، فيشدوا سيوفهم على مصر ويملوا الارض من المقتولين، واخلي الانهار ناشفة وابيع الارض لايد الاشرار، وأخرب الأرض وأملاها بإيد الغربة، أنا الرب اتكلمت، كده قال السيد الرب، وأفني الأصنام وأبطل الأوثان من نوف، ورئيس من مصر ما يبقاش بعد كده، وأرمي الرعب في أرض مصر، وأخرب فتروس وأولع نار في سوعن، وأنفذ أحكام في نو، وأكب غضبي على سين حصن مصر، وقطع جمهور نوح وولع نار في مصر، سين تتوجع وجع ونو تبقى عشان التمزيق، والنوف ديئات كل يوم، شبان آون وبوبسطة يقعوا بالسيف وهم يروحوا للأسر، ويضلم النهار في تحفنحيس لما اكسر خشب الرقبة بتاع مصر ويبطل فيها تكبر القوة بتاعتها، اما هي فتغطيها سحابة وتروح بناتها للأسر، فأنفذ أحكام في مصر فيعرفوا أني أنا الرب. وحصل في السنة 11 في الشهر الأولاني في اليوم السابع من الشهر أن كلام الرب بقى ليا: يا ابن آدم، أنا كسرت دراع فرعون ملك مصر، وها مش هتتجبر لما يدوها أدوية ولما يحطولها عصابة عشان تتجبر فتمسك السيف. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب: اديني على فرعون ملك مصر، فاكسر دراعاته الجامدة والمكسورة، ووقع سيف من ايده، واشتت المصريين بين الشعوب التانية، وابعترهم في الاراضي، واجمد دراعات ملك بابل، واخلي سيفي في ايده، واكسر دراعات فرعون فيتأوه قدامه تأوه المجروح، واجمد دراعات ملك بابل، أما دراعات فرعون فتقع، فيعرفوا أني أنا الرب لما خلي سيفي في إيد ملك بابل فيمدوا على أرض مصر، وشتت المصريين بين الشعوب التانية، وبعترهم في الأراضي، فيعرفوا أني أنا الرب. حزقيال 31. وحصل في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان ليا: يا ابن آدم، قول لفرعون ملك مصر والجمهور بتاعه
شبهت مين في العظمة بتاعتك؟ اهي شجرة سرو، شجرة أرز في لبنان، غصنها جميل مضللة بالورق، وقامتها عالية وفرعها بين السحاب الغامق. عظمته المية ورفعته المية كتيرة، الأنهار بتاعته ماشية حوالين مكان ما بيغرس، وبعتت القنوات بتاعتها لكل أشجار الغيط، فعشان كده اترفع قوامه على كل أشجار الغيط، وكترت الأغصان بتاعته وطولت الفروع بتاعته من كتر المية عشان نبت، وعششت في الأغصان بتاعته كل طيور السماء، وتحت فروعه خلفت كل حيوانات الأرض، وسكنت تحت ظله كل الشعوب التانية الكتيرة. فكان جميل في عظمته وفي طول الأغصان بتاعته، لأن الجدر بتاعه كان على مية كتيرة. شجر الأرز في جنة الله مغطهوش، شجر السرو ما شبهش الأغصان بتاعته، وشجر الدلب ما كانش زي الفروع بتاعته. كل الأشجار في جنة الله ما شبهتش الجمال بتاعه، خليته جميل بكتر الفروع بتاعته، لحد ما حسدته كل أشجار عدن اللي في جنة الله. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، عشان خاطر انك رفعت قوامك وخلى الفرع بتاعه بين السحاب الغامق، وترفع قلبه بالعلو بتاعه، خليته في ايد جبار الشعوب التانية فيعمل فيه اللي يعمله، عشان الشر بتاعه طردته فيقطعوه الغربة جبابرة الشعوب التانية ويسبوه، فتقع الأغصان بتاعته على الجبال وفي كل الوديان، وتتكسر الأغصان بتاعته عند كل أنهار الأرض، وينزل عن الظل بتاعه كل شعوب الأرض ويسبوه. على الأغصان الناشفة بتاعته تستقر كل طيور السماء وكل حيوانات الأرض تبقى على الأغصان بتاعته، عشان ما تترفعش أي شجرة وهي على المية عشان الطول بتاعها، وما تخليش الفرع بتاعها بين السحاب الغامق، وما تقومش البلوطات بتاعتها للعلو بتاعها كل اللي بتشرب مية، لأنها تسلمك كلها للموت، للأرض التحتانية في وسط ولاد آدم مع اللي نازلين في الحفرة. كده قال السيد الرب في يوم نزوله للهاوية نحت، كسيت عليه المية الكتيرة ومنعت الأنهار بتاعته وفنيت المية الكتيرة، ولبنان حزنت عليه وكل أشجار الغيط دبلت عليه. من صوت وقوعه اترعشت الشعوب التانية لما نزلته للهوية مع اللي نازلين في الحفرة، فتتعزى في الأرض التحتانية كل أشجار عدن أفضل وأحسن ما في لبنان، كل اللي بتشرب مية هما كمان نزلوا للهوية معاه، للمقتولين بالسيف واللي كانوا دراعه سكنوا في ظله في وسط الشعوب التانية. شبهت مين بالشكل ده في المجد والعظمة من أشجار عدن؟ فتنزل مع أشجار عدن للأرض التحتانية في وسط اللي مش متطهرين ترقد، مع المقتولين بالسيف، هو فرعون وكل الجمهور بتاعه، بيقول السيد الرب. حزقيال 32. وحصل في السنة 12 في الشهر 12 في أول الشهر، إن كلام الرب بقى ليا، يا ابن آدم ارفع مناحة على فرعون ملك مصر وقل له شبهت أسد صغير بتاع الشعوب التانية، وانت زي تمساح في البحور، فضت بأنهارك وكدرت المية برجليك وعكرت أنهارهم. كده قال السيد الرب، أفرد عليك شبكتي مع جماعة شعوب كتيرة، وهم يطلعوك في شبكة الصيد بتاعتي، وأسيبك على الأرض وارميك على وش الغيط، وخلي كل طيور السماء تستقر عليك، وأشبع منك وحوش الأرض كلها، وأرمي لحمك على الجبال، وأملى الوديان من الجثث بتاعتك، وأسقي أرض الفيضان بتاعك من دمك لحد الجبال، والأراضي الواطية تتملي منك، ولما تفيق أغطي السماء وأظلم النجوم بتاعتها، وأغطي الشمس بسحاب والقمر ما ينورش النور بتاعه، وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنورة، وأخلي الظلمة على أرضك، بيقول السيد الرب. وزعل قوي قلب شعوب كتار
لما اجي بالكسر بتاعك بين الشعوب التانية فاراضي معرفتهاش، وحير منك شعوب كتار الملوك بتوعهم يأشعروا عليك أشعرة، لما طير السيف بتاعي قدام وشوشهم فيترعشوا كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم الوقوع بتاعك. لأنه كده قال السيد الرب، سيف ملك بابل يجي عليك بسيوف الجبابرة، أوقع الجمهور بتاعك كلهم جبابرة الشعوب التانية، فيخربوا تكبر مصر ويضيع كل الجمهور بتاعها، وأفني كل البهائم بتاعتها من على المية الكتيرة، فما تقدرهاش بعد كده رجل إنسان وما تعكرهاش ضوافر بهيمة. وقتها أنشف المية بتاعتهم وجري أنهارهم زي الزيت، بيقول السيد الرب، لما خلي أرض مصر خراب وتفضل أرض من اللي مليها، لما أضرب كل سكانها يعرفوا أني أنا الرب. دي مناحة ينوحوا بيها بنات الشعوب التانية، ينوحوا بيها على مصر وعلى كل الجمهور بتاعها، تنوحوا بيها، بيقول السيد الرب. وحصل في السنة الاتناشر في اليوم الخمستاشر من الشهر ان كلام الرب كان ليا، يا ابن ادم ولول على جمهور مصر ونزله هو وبنات الشعوب التانية العظيمة للأرض التحتانية مع اللي نازلين في الحفرة. من مين اتنعمت؟ انزل ورقب مع اللي مش متطهرين، يقعوا في وسط المقتولين بالسيف، السيف اتعطى، امسكوها مع كل الجمهور بتاعها، يكلموا جامدين جبابرة من وسط الهوية مع اللي بيساعدوه، نزلوا رقدوا مش متطهرين مقتولين بالسيف. هناك أشور وكل الجماعة بتاعتها قبوره من حواليه كلهم مقتولين واقعين بالسيف، اللي خليت القبور بتاعتهم فأسافل الحفرة والجماعة بتاعتها حوالين قبرها كلهم مقتولين واقعين بالسيف، اللي خلوا رعب في أرض العايشين. هناك عيلام وكل الجمهور بتاعها حوالين قبرها كلهم مقتولين واقعين بالسيف، اللي نزلوا مش متطهرين للأرض التحتانية، اللي خلوا رعبهم في أرض العايشين فشالوا كسفتهم مع اللي نازلين في الحفرة، خلوا لها مكان رؤاد بين المقتولين مع كل الجمهور بتاعها حواليه القبور بتاعتهم كلهم مش متطهرين مقتولين بالسيف، مع انه خلى رعبهم في ارض اللي عايشين، شالوا كسفتهم مع اللي نازلين في الحفرة، اتخلى وسط المقتولين هناك ماشي كوتوبال وكل الجمهور بتاعها حواليه قبورها كلهم مش متطهرين مقتولين بالسيف، مع انهم خلوا الرعب بتاعهم في ارض اللي عايشين، وما يرقدوش مع الجبابرة اللي واقعين اللي مش متطهرين، اللي نازلين للهوية بأدوات الحرب بتاعتهم واتحطت سيوفهم تحت رؤسهم فتبقى خطاياهم على عظمهم، مع انهم رعب الجبابرة في ارض اللي عايشين. اما انت ففي وسط اللي مش متطهرين تتكسر وترقد مع المقتولين بالسيف، هناك أدوم والملوك بتوعها وكل الرؤساء بتوعها اللي مع الجبروت بتاعهم اترموا مع المقتولين بالسيف، فيرقدوا مع اللي مش متطهرين ومع اللي نازلين في الحفرة. هناك الأمراء بتوع الشمال كلهم وكل الصيدونيين اللي نازلين مع المقتولين برعبهم، اتكسفوا من الجبروت بتاعهم ورقدوا مش متطهرين مع اللي مقتولين بالسيف، وشالوا كسفتهم مع اللي نازلين في الحفرة. يشوفهم فرعون ويتعزى عن كل الجمهور بتاعه، فرعون وكل الجمهور بتاعه مقتولين بالسيف، بيقول السيد الرب، لاني خليت رعبه في ارض اللي عايشين، فيرقب بين اللي مش متطهرين مع اللي مقتولين بالسيف، فرعون وكل الجمهور بتاعه، بيقول السيد الرب. حزقيال 33. وكان ليا كلام الرب، يا ابن آدم قول لولاد شعبك، لو جبت السيف على أرض فلو أخد شعب الأرض راجل من بينهم وخلوه مراقب ليهم، فلو شاف السيف جاي على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب، وسمع اللي بيسمع صوت البوق وما خدش احتياطه فجه السيف وخده فدمه يبقى على راسه، سمع صوت البوق وما خدش احتياطه فدمه يبقى على نفسه،
لو خد احتياطه كان انقذ نفسه، فلو شاف المراقب السيف جاي وما نفخش في البوق وما حذرش الشعب فجه السيف واخد نفس منهم، فهو اتاخد بذنبه، اما دمه فمن ايد المراقب اطلبه. وانت يا ابن ادم خليتك مراقب لبيت اسرائيل، فتسمع الكلام من بقي وتحذرهم من عندي. لو قلت للشرير يا شرير موت تموت، فلو ما كلمتش عشان تحذر الشرير من طريقه فالشرير ده يموت بذنبه، اما دمه فمن ايدك اطلبه. ولو حذرت الشرير من طريقه عشان يرجع عنه ومرجعش عن طريقه فهو يموت بذنبه، اما انت فانقذت نفسك. وانت يا ابن ادم قول لبيت اسرائيل، انتوا بتقولوا ان المعاصي بتاعتنا والخطايا بتاعتنا علينا وبيها احنا فانيين، فازاي نعيش؟ قول لهم عايش انا، بيقول السيد الرب، اني ما انبسطش بموت الشرير لكن بان الشرير يرجع عن طريقه ويعيش. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الوحشة، فليه بموتوا يا بيت اسرائيل؟ وانت يا ابن ادم فاقول لولاد شعبك ان صلاح الصالح ما ينجهوش في يوم المعصية بتاعته، والشرير ما يتكعبلش بالشر بتاعه يوم ما يرجع عن شره، وما يقدرش الصالح انه يعيش بالصلاح بتاعه في يوم خطيته. لو قلت للصالح حياة تعيش، فاتكل هو على صلاحه وعمل الخطية فالصلاح بتاعه كله ما يتفكرش، لكن بالخطية بتاعته اللي عملها يموت. ولو قلت للشرير موت تموت، فلو رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، لو رد الشرير الرهن وعوض عن اللي تم اغتصابه ومشي في الفرايب بتاعت الحياة من غير ما يعمل خطية، فهو حياة يعيش ما يموتش، كل خطيته اللي غلب بيها ما تتفكرش عليه، عمل بالعدل والحق فيعيش حياة. وولاد شعبك بيقولوا طريق الرب مش ثابت، لكن هم اللي طريقهم مش ثابت. لما يرجع الصالح عن الصلاح بتاعه ولما يعمل خطية فهو يموت بيها، ولما يرجع الشرير عن شره ولما يعمل بالعدل والحق فهو يعيش بيهم. وانتوا بتقولوا ان طريق الرب مش ثابت، انا احكم على كل واحد منكم زي الطرق بتاعته يا بيت اسرائيل. وحصل في السنة الاتناشر من الاسر بتاعنا في الشهر العاشر في اليوم الخامس من الشهر، انه جاء ليا واحد فالب من اورشليم، فقال اتضربت المدينة وكانت ايد الرب عليا في المسا قبل ما يجي اللي فالت، وفتحت بقي لحد ما جالي الصبح، فاتفتح بقي وما عدتش بعد كده اخرس. فكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم اللي ساكنين في الخرب دي في ارض اسرائيل بيقولوا ان ابراهيم كان واحد ووارث الارض، واحنا كتار لينا تعطى الارض ورث، عشان كده اقول لهم كده قال السيد الرب، تاكلوا بالدم وترفعوا عنيكوا للأصنام بتاعتكوا وتهدروا الدم يبقى تورثوا الأرض، وقفتوا على السيب بتاعكوا عملتوا النجاسة وكل واحد منكوا نجس مرات صاحبه يبقى تورثوا الأرض. قل لهم كده قال السيد الرب، عايش أنا، إن اللي في الخيرة بيقعوا بالسيف واللي هو على وش الغيط أدي للوحش أكل، واللي في الحصون وفي المغارات يموتوا بالوبا، فأخلي الأرض خربانة مسحرة ويبطل تكبر القوة بتاعتها، وتخرب جبال إسرائيل من غير ما حد يعدي فيها، فيعرفوا إني أنا الرب لما أخلي الأرض خربانة مسحرة على كل النجاسات بتاعتهم اللي عملوها. وإنت يا ابن آدم، لأن ولاد شعبك بيتكلموا عليك جنب الحيطان وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع التاني، الراجل مع أخوه، يقولوا يلا اسمعوا ايه هو الكلام اللي خارج من عند الرب، ويقولك زي ما بيجي الشعب ويقعدوا قدامك زي شعبي ويسمعوا كلامك وما يعملوش بيه، لانهم ببقهم بيبينوا اشواق وقلبهم رايح ورا المكسب بتاعهم، وهو انت ليهم زي شعر اشواق لواحد صوته حلو بيعزف كويس فيسمعوا كلامك وما يعملوش بيه. ولو جه ده لانه يجي
فيعرفوا ان نبي كان في وسطهم. حزقيال 34. وكان لي كلام الرب: يا ابن ادم اتنبأ الرعاة بتوع اسرائيل، اتنبأ وقول لهم كده قال السيد الرب للرعاة: يا ويل رعاة اسرائيل اللي كانوا بيرعوا نفسهم، بقى مش يرعى الرعاة الغنم، تاكلوا الشحم وتلبسوا الصوف وتبحوا السمين وما ترعوش الغنم. المريض ما قوتهوش، والمجروح ما عالجتهوش، والمكسور ما جبرتهوش، والمطروب ما رجعتهوش، والتايه ما طلبتهوش، لكن بشدة وعنف اتسلطتوا عليهم فتشتتوا من غير راعي، وبقوا أكل لكل وحوش الغيط وتشتتوا. تاه الغنم بتاعي في كل الجبال وعلى كل تل عالي وعلى كل وش الأرض، اتشتت الغنم بتاعي وما كانش فيه اللي يسأل أو يفتش. فعشان كده يا رعاة اسمعوا كلام الرب. عايش أنا، بيقول السيد الرب، من حيث إن الغنم بتاعي بقوا غنيمة وأكل لكل وحوش الغيط، عشان ما كانش فيه راعي ولا سأل الرعاة بتوعي عن الغنم بتاعي، ورعى الرعاة نفسهم ومرعوش الغنم بتاعي. فعشان كده يا رعاة اسمعوا كلام الرب. كده قال السيد الرب: أديني على الرعاة وأطلب الغنم بتاعي من إيدهم وأبطلهم عن رعي الغنم، وما يرعاش الرعاة نفسهم بعد كده، فأنقذ الغنم بتاعي من بقهم فما يبقوش ليهم أكل. لأنه كده قال السيد الرب: أديني أسأل على الغنم بتاعي وأشقر عليهم، زي ما بيشقر الراعي على القطيع بتاعه يوم ما يكون في وسط الغنم بتاعه المتشتت، أهو كده أشقر على الغنم بتاعي وأنقذه من كل الأماكن اللي تشتتوا ليها في يوم الغيم والضباب، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي، وأجي بيها الأرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الوديان وفي كل مساكن الأرض، أرعاها في مرعى كويس ويبقى مكان راحتها على جبال إسرائيل العالية، هناك تريح في مكان راحة كويس وفي مرعى دسم يرعو على جبال إسرائيل. أنا أرعى الغنم بتاعي وأريحه، بيقول السيد الرب، وأطلب التايه ورجع المطرود وجبر المكسور وجمد المجروح ودمر السمين والجامد ورعاها بعدل. وانتو يا غنمي، فكده قال السيد الرب، أديني أحكم بين غنماية وغنماية، بين كباش وتيوس، بقى هو صغير عندكو إنكو ترعوا المرعى كويس وبقية المراعي بتاعتكو تدسوها برجليكو، وإنكو تشربوا من المية الغويطة والباقي تكدروه برجليكو، وغنمي ترعى من دوس رجليكو وتشرب من التجدير بتاع رجليكو. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب ليهم، أديني أحكم بين الغنماية السمينة والغنماية الهزيلة، لأنكو زقيتوا بعنف بالجنب وبالكتف ونطحتوا العيانة بقرنكو لحد ما شتتوها البرة، فأنقذ الغنم بتاعي فما يبقوش بعد كده غنيمة، وأحكم بين غنماية وغنماية، وأقوم عليهم راعي واحد فيرعاهم عبدي داود، هو يرعاهم وهو يبقى ليهم راعي، وأنا الرب أبقى ليهم إله وعبدي داود ريس في وسطهم. أنا الرب اتكلمت. وأقطع معاهم عهد سلام وشد الوحوش الوحشة من الأرض، فيسكنوا في الصحراء مطمنين ويناموا في الغابات، وخليهم واللي حوالين التل بتاعي بركة، ونزل عليهم المطر في وقته فتبقى أمطار بركة، وتدي شجرة الغيط السمرة بتاعتها، وتدي الأرض غلتها، ويبقوا في أمان في الأرض بتاعتهم، ويعرفوا أني أنا الرب لما كسر الروبوت بتاعت خشبة الرقبة بتاعتهم، وعشان أنقذتهم من إيد اللي استعبدوهم، فما يبقوش بعد كده غنيمة للشعوب التانية وما يكلهمش وحش الأرض، لكن يسكنوا في أمان وما فيش اللي يخوف، وأقوم لهم غرس لي اسم، فما يبقوش بعد كده اللي فناهم الجوع في الأرض، وما يشيلوش بعد كده تعيير الشعوب التانية، فيعرفوا أني أنا الرب إلههم معاهم وهم شعبي بيت إسرائيل، بيقول السيد الرب. وانتو يا غنمي، غنم المرعى بتاعي، انتو ناس، أنا إلهكو، بيقول السيد الرب. حزقيال 35. وكان لي كلام الرب: يا ابن آدم خلي وشك ناحية جبل سعير وتنبأ عليه وقول له كده قال السيد الرب: أديني عليك يا جبل سعير وأمد إيدي عليك وخليه خراب مسحر، أخلي المدن بتاعتك خربانة
وتبقى انت مسحر وتعرف اني انا الرب، لانه كان ليه كره ملوش نهاية. وزقيت ولاد اسرائيل لايد السيف في وقت المصيبة بتاعتهم، وقت خطية النهاية. عشان كده عايش انا، بيقول السيد الرب، اني اجهزك للدم والدم يمشي وراك. عشان ما كرهتش الدم فالدم يمشي وراك، فاخلي جبل سعير خراب ومسحر، واقطع منه اللي رايح واللي راجع، واملك الجبال بتاعته من المقتولين بتوعه. التلال بتاعتك والوديان بتاعتك وكل انهارك يقعوا فيها مقتولين بالسيف، وخليه خرب ملهاش نهاية، والمدن بتاعتك ما ترجعش، فتعرفوا اني انا الرب. لانك قلت ان البلدين دول والارضين دول يبقوا ليا فنملكهم، والرب كان هناك. فعشان كده عايش انا، بيقول السيد الرب، اعمل زي الغضب بتاعك وزي الغيرة بتاعتك اللي اتعاملت بيهم من كرهك ليهم، واعرف بنفسي بينهم لما احكم عليك، فتعرف اني انا الرب. سمعت كل الاهانة بتاعتك اللي اتكلمت بيها على جبال اسرائيل، وقلت خربت، اديناها اكل، اتعظمتوا عليا ببقكوا وكترتوا كلامكوا عليا. انا سمعت كده، قال السيد الرب، لما تفرح كل الارض اخليك مسحر زي ما فرحت على ورث بيت اسرائيل لانه خرب، بالشكل ده اعمل فيك، تبقى خراب يا جبل سعير، انت وكل ادوم كلها، فيعرفوا اني انا الرب. حزقيال 36. وانت يا ابن ادم، اتنبأ لجبال اسرائيل وقول، يا جبال اسرائيل اسمعي كلمة الرب، كده قال السيد الرب، عشان خاطر ان العدو قال عليكو، ها المرتفعات القديمة بقت لينا ميراث. فعشان كده اتنبأ وقول، بالشكل ده قال السيد الرب، عشان خاطر انهم خربوكو وعايزين يفترسوكو من كل جنب، عشان تبقوا ورث لبقية الشعوب التانية، واتطلعتوا على شفايف اللسان وبقيتوا الكلام الوحش بتاع الشعب. فعشان كده اسمعي جبال اسرائيل كلمة السيد الرب، كده قال السيد الرب للجبال والتلال والانهار والوديان والخرب المسحرة والمدن المهجورة اللي بقت للنهب والتريقة لبقية الشعوب التانية اللي حواليها، عشان خاطر كده بالشكل ده قال السيد الرب، اني في نار الغيرة بتاعتي اتكلمت على بقية الشعوب التانية وعلى ادوم كلها اللي خلوا ارضي ورث ليهم بفرح كل القلب وكره نفس لاجل ما ينهبوها غنيمة. فتنبأ على ارض اسرائيل وقول للجبال والتلال والانهار والوديان، كده قال السيد الرب، اديني في الغيرة بتاعتي وفي الغضب بتاعي اتكلمت، عشان خاطر انكم شلتوا تعيير الشعوب التانية. عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، اني رفعت ايدي فالشعوب التانية اللي حواليكوا هم يشيلوا التعيير بتاعهم، اما انتوا يا جبال اسرائيل فتنبتوا الفروع بتاعتكوا وتطلعوا الثمر بتاعكوا لشعبي اسرائيل، لانه قريب المجي، لاني انا ليكوا واتلفت ليكوا فتحرثوا وتزرعوا، وكتر الناس عليكوا كل بيت اسرائيل كله، فتعمر المدن وتبني الخرب، وكتر عليكوا الانسان والبهيمة فيكتروا ويطلعوا ثمر، وسكنكوا زي زمان واعمل ليكوا كويس اكتر من مكان في اوائلكوا، فتعرفوا اني انا الرب، وامشي الناس عليكوا شعبي اسرائيل فيورسوك فتبقى ليهم ميراث، وما ترجعش بعد كده تفقدهم العيال، كده قال السيد الرب، عشان خاطر انهم قالوا لكوا اكلت الناس انتي وبتفقدي شعوبك ولادهم، عشان كده مش هتاكلي الناس بعد كده ومش هتفقدي شعوبك ولادهم بعد كده، بيقول السيد الرب، وما اسمعش فيكي بعد كده تعيير الشعوب التانية، وما تشليش تعيير الشعوب بعد كده، وما تكعبليش شعوبك بعد كده، بيقول السيد الرب. وكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم، بيت اسرائيل لما سكنوا ارضهم نجسوها بطريقهم وعملهم، كان طريقهم قدامي زي نجاسة اللي عندها حيض، فكبيت غضبي عليهم عشان خاطر الدم اللي كبوه على الارض وبالاصنام بتاعتهم نجسوها، فشتتهم في الشعوب التانية فبعتروا في الاراضي زي الطريق بتاعهم وعملهم حكمت عليهم، فلما جم للشعوب التانية مكان ما جم نجسوا اسمي القدوس، عشان قالوا لهم دول شعب الرب وخرجوا من ارضه، فتحننت على اسمي القدوس
اللي نجسوا بيت إسرائيل في الشعوب التانية مكان ما جم. عشان كده قول لبيت إسرائيل كده قال السيد الرب، مش عشان خاطركو أنا بعمل يا بيت إسرائيل، لكن عشان خاطر اسمي القدوس اللي نجستوه في الشعوب التانية مكان ما جيتوا، فأقدس اسمي العظيم اللي متنجس في الشعوب التانية اللي نجستوه في وسطهم، فتعرف الشعوب التانية إني أنا الرب، بيقول السيد الرب، لما تقدس فيكو قدام عينيهم واخدكم من بين الشعوب التانية واجمعكم من كل الأراضي وآجي بيكم لأرضكم وأرش عليكم مية طهرة فتطهروا من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم واديكم قلب جديد وخلي روح جديد جواكم وشد قلب الحجر من لحمكم واديكم قلب لحم وخلي روحي جواكم وخليكم تمشوا في الفرايب بتاعتي وتحافظوا على الأحكام بتاعتي وتعملوا بيها وتسكنوا الأرض اللي اديتها لأبهاتكم وتبقوا ليا شعب وأنا أبقى ليكوا إله وانقذكوا من كل النجاسات بتاعتكم واندح القمح وكتروا وما حطش عليكوا جوع وكتر ثمر الشجر وغلت الغيط عشان ما تاخدوش بعد كده عار الجوع بين الشعوب التانية فتفتكروا الطرق بتاعتكم الوحشة والأعمال بتاعتكم اللي مش صالحة وتكرهوا نفسكوا قدام وشوشكوا عشان خاطر الخطايا بتاعتكوا وعلى النجاسات بتاعتكوا مش عشان خاطركوا أنا بعمل، بيقول السيد الرب، فيبقى معلوم ليكوا فاستحوا وكسفوا من الطرق بتاعتكوا يا بيت إسرائيل، كده قال السيد الرب، في يوم ما طهركوا من كل الخطايا بتاعتكوا أسكنكوا في المدن فتبني الخرب وتتفرح الأرض الخربانة بدل ما كانت خربانة قدام عينين كل اللي يعدي، فيقولوا الأرض الخربانة دي بقت زي جنة عدن والمدن الخربانة والمصحرة والمهدومة متحصنة عمرانة، فتعرف الشعوب التانية اللي تسابوا حواليكوا اني انا الرب، بنيت المهدومة وغرست المتصحرة، انا الرب اتكلمت وحعمل، كده قال السيد الرب. بعد دي اطلب لبيت اسرائيل عشان اعمل ليهم، اكترهم زي غنم ناس، زي غنم متقدس، زي غنم أورشليم في المواسم بتاعتها، فتبقى المدن الخربانة مليانة غنم ناس فيعرفوا اني انا الرب. حسقيال 37. كانت علي ايد الرب فخرجني بروح الرب ونزلني في وسط الوادي وهو مليان عظم، وعداني عليهم دايرين ما يدور، وفين وهم كتار قوي على وش الوادي، وفين وهم ناشفين قوي. فقال لي يا ابن ادم بقى يعيش العظم ده؟ فقلت يا سيد الرب انت تعرف. فقال لي اتنبأ على العظم ده وقل له يا عظم يا ناشف اسمع كلمة الرب، كده قال السيد الرب للعظم ده، اديني ادخل فيكو روح فتعيشوا واخلي عليكو اعصاب واكسيكو لحم وافرد عليكو جلد واخلي فيكو روح فتعيشوا وتعرفوا اني انا الرب. فتنبأت زي ما اتأمرت، وفين وانا بتنبأ كان في صوت وفين وكان في رعشة، فقرب العظم كل عظم للعظم بتاعه وبصيت وفين والاعصاب واللحم كسوهم واتفرد الجلد عليهم من فوق ومفيش فيها روح. فقال لي اتنبأ للروح، اتنبأ يا ابن ادم وقول للروح كده قال السيد الرب، يلا يا روح من الاربع رياح وهب على المقتولين دول عشان يعيشوا. فتنبأت زي ما امرني، فدخل فيهم الروح فعاشوا وقاموا على رجليهم جيش عظيم جدا جدا. بعدين قال لي يا ابن ادم العظم ده هو كل بيت اسرائيل، اهم بيقولوا نشف العظم بتاعنا وضاع الامل بتاعنا اتقطعنا، عشان كده تنبأ وقول لهم كده قال السيد الرب، اديني افتح القبور بتاعتكو واطلعكم من قبوركو يا شعبي واجي بيكو الارض اسرائيل فتعرفوا اني انا الرب لما افتح قبوركو واطلعكم من قبوركو يا شعبي وخلي روحي فيكو فتعيشوا وخليكم في الارض بتاعتكو فتعرفوا اني انا الرب اتكلمت واعمل، بيقول الرب. وكان ليا كلام الرب، وانت يا ابن ادم خد لنفسك عصاية واحدة واكتب عليها ليهوذا ولولاد اسرائيل اصحابه، وخد عصاية تانية واكتب عليها ليوسف عصاية ابراهيم وكل بيت اسرائيل اصحابه، وقربهم واحدة من واحدة
زي عصاية واحدة، هيبقوا واحدة في ايدك. فلو قال لك ولاد شعبك مش تبلغنا مالك ودي؟ فقل لهم كده قال السيد الرب، اديني اخد عصاية يوسف اللي في ايد ابراهيم وعشير اسرائيل اصحابه، واضم ليها عصاية يهوذا واخليهم عصاية واحدة، فيبقوا واحدة في ايدي، ويبقوا العصايتين اللي كتبت عليهم في ايدك قدام عينيهم. واقول لهم كده قال السيد الرب، اديني اخد ولاد اسرائيل من بين الشعوب التانية اللي راحوا ليها، واجمعهم من كل ناحية، واجي بيهم لارضهم، واخليهم بلد واحدة في الارض على جبال اسرائيل، وملك واحد يبقى ملك عليهم كلهم، وما يبقوش بعد كده بلدين، وما يتقسموش بعد كده المملكتين، وما يتنجسوش بعد كده بالاصنام بتاعتهم ولا بالنجاسات بتاعتهم ولا بحاجة من المعاصي بتاعتهم، لكن انقذهم من كل المساكن بتاعتهم اللي فيها غلطوا، واطهرهم فيبقوا ليا شعب، وانا ابقى ليهم اله، وداود عبدي يبقى ملك عليهم، ويبقى ليهم كلهم راعي واحد، فيمشوا في الاحكام بتاعتي، ويحافظوا على الفرايب بتاعتي ويعملوا بيها، ويسكنوا في الارض اللي اديتها العبد يعقوب اللي سكنها ابهاتكو، ويسكنوا فيها هم وولادهم وولاد ولادهم لمن غير نهاية، وعبدي داود ريس عليهم لمن غير نهاية، واقطع معاهم عهد سلام فيبقى معاهم عهد على طول، وخليهم يستقروا وكترهم، وخلي المكان المقدس بتاعي في وسطهم لمن غير نهاية، ويبقى مكان السكن بتاعي فوقهم، وابقى ليهم إله، ويبقوا ليا شعب، فتعرف الشعوب التانية اني انا الرب اللي بيقدس اسرائيل، عشان يبقى المكان المقدس بتاعي في وسطهم لمن غير نهاية. حزقيال 38. وكان ليا كلام الرب، يا ابن ادم خلي وشك على جوج ارض مجوج رئيس روش ماشك وتوبال، وتنبأ عليه وقول كده قال السيد الرب، اديني عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، ورجعك وحط لجامات في دقنك، وخرجك انت وكل جيشك خيل وفرسان كلهم لابسين افخم لبس، جماعة عظيمة مع تروس وتروس كبيرة كلهم ماسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معاهم كلهم بترس كبير وخوزة، وجومر وكل جيوشه وبيت تجرمة من اواخر الشمال مع كل الجيش بتاعه، شعوب كتيرة معاك، استعد وجهز لنفسك انت وكل الجماعات بتاعتك اللي متجمعين ليك، فبقيت ليهم حارس، بعد ايام كتيرة يتشقر عليك، في السنين الاخيرة تيجي للارض اللي مترجعة من السيف، اللي متجمعة من شعوب كتيرة على جبال اسرائيل اللي كانت دايما خربانة، للي اتخرجوا من الشعوب وسكنوا في امان كلهم، وتطلع وتيجي زي زوبعة، وتبقى زي سحابة بتغطي الارض انت وكل الجيوش بتاعتك وشعوب كتار معاك، كده قال السيد الرب. ويبقى في اليوم ده ان امور تخطر في بالك، فتفكر فكر وحش وتقول انا اطلع على ارض ما فيهاش اسوار، اجي للهاديين اللي ساكنين في امان، كلهم ساكنين من غير سور، وملهمش قبان تتحط ورا الابواب ولا درف ابواب، عشان تاخد الغنيمة وتنهب نهب، عشان ترجع ايدك على خرب سكنة وعلى شعب متجمع من الشعوب التانية، عامل مواشي واملاك ساكن في وسط الارض، شبا وددان وتجار ترشيش وكل قصدهم الصغيرة بيقولوا لك، عشان تاخد غنيمة انت جاي، عشان تنهب نهب جمعت جماعتك، عشان تشيل الفضة والذهب، عشان تاخد المواشي والاملاك، عشان تاخد غنيمة عظيمة. عشان كده اتنبأ يا ابن ادم وقول لجوج كده قال السيد الرب، في اليوم ده يسكن شعبي اسرائيل في امان، تعرف وتيجي من المكان بتاعك من اواخر الشمال انت وشعوب كتار معاك، كلهم راكبين خيل جماعة عظيمة وجيش كتير، وتطلع على شعبي اسرائيل زي سحابة تغطي الارض في الايام الاخيرة، يبقى واجي بيك على ارضي عشان تعرفني الشعوب التانية لما تقدس فيك قدام عينيهم يا جوج. كده قال السيد الرب، مش انت هو اللي اتكلمت عنه في الايام القديمة على ايد عبيدي انبياء اسرائيل اللي تنبأوا في الايام دي سنين اني اجي بيك عليهم؟ ويبقى في اليوم ده يوم ما جي جوج على ارض اسرائيل
بيقول السيد الرب إن الغضب بتاعي يطلع في مناخيري وفي الغيرة بتاعتي في نار غضبي الشديد. اتكلمت إنه في اليوم ده تبقى رعشة عظيمة في أرض إسرائيل، فيترعش قدامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الغيط والدواب اللي بتدب على الأرض وكل الناس اللي على وش الأرض، وتتهرس الجبال وتقع درجات سفوح الجبال وتقع كل الأسوار للأرض، وانده السيف عليه في كل الجبال بتاعتي، بيقول السيد الرب، فيبقى سيف كل واحد على أخوه، وأعاقبه بالوبا وبالدم، ومطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكتيرة اللي معاه، مطر بيجرف وحجار برد عظيمة ونار وكبريت، فتعظم وتقدس وتعرف في عينين شعوب تانية كتيرة، فيعرفوا اني انا الرب. حزقيال 39. وانت يا ابن ادم اتنبأ على جوج وقول كده قال السيد الرب، اديني عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وارجعك واقودك واطلعك من اواخر الشمال، واجي بيك على جبال اسرائيل، واضرب الاوز بتاعك من ايدك الشمال، ووقع السهام بتاعتك من ايدك اليمين، فتقع على جبال اسرائيل انت وكل جيشك والشعوب اللي معاك. اديك اكل للطيور الجارحة من كل نوع والوحوش الغيط، على وش الغيط تقع لاني اتكلمت، بيقول السيد الرب، وابعت نار على ماجوج وعلى اللي ساكنين في الجزر في امان، فيعرفوا اني انا الرب، واعرف باسمي المقدس في وسط شعبي اسرائيل، وما سيبش اسمي المقدس يتنجس بعد كده، فتعرف الشعوب التانية اني انا الرب قدوس اسرائيل. اهو جه وبقى، بيقول السيد الرب، هو ده اليوم اللي اتكلمت عنه، ويخرج سكان مدن اسرائيل ويولعوا ويحرقوا السلاح والتروس والتروس الكبيرة واللقواس والسهام والحراب والرماح، ويولعوا بيها النار 7 سنين، فما ياخدوش من الغيط عود وما يقطعوش حطب من الغابات، لأنهم يحرقوا السلاح بالنار وينهبوا اللي نهبوهم ويسلبوا اللي سلبوهم، بيقول السيد الرب. ويبقى في اليوم ده اني ادي جوج مكان هناك للقبر في اسرائيل ووادي عبريم في شرق البحر، فيسد نفس اللي يعدوا، وهناك يدفنوا جوج والجمهور بتاعه كله، ويسموه وادي جمهور جوج، ويدفنهم بيت اسرائيل عشان يطهروا الارض 7 اشهر، كل شعب الارض يدفنوا، ويبقى لهم يوم التمجيد بتاعي مشهور، بيقول السيد الرب، ويفرزوا ناس يبقوا موجودين دايما يعدوا في الارض، يدفنوا مع اللي بيعدوا دول اللي فضلوا على وش الارض تطهير ليها، بعد 7 اشهر يفحصوا، فيعدي اللي بيعدوا في الارض، ولو شاف حد عظم انسان يبني جنبه كومة حجارة لحد ما يدفنوا اللي بيدفنوا في وادي جمهور جوج، ويبقى كمان اسم المدينة همونة، فيطهروا الارض. وانت يا ابن ادم، فكده قال السيد الرب، قول لكل طاير عنده جناح ولكل وحوش الارض، اتجمعوا وتعالوا، اتلموا من كل ناحية للذبيحة بتاعتي اللي انا ذبحها لكم، ذبيحة عظيمة على جبال اسرائيل، عشان تاكلوا لحمة وتشربوا دم، تاكلوا لحمة الجبابرة وتشربوا دم رؤسة الارض، كباش وحملان وتيوس وتيران كلها من الحاجات السمينة بتاع باشان، وتاكلوا شحم للشبع وتشربوا الدم للسكر من الذبيحة بتاعتي اللي ذبحتها لكم، فتشبعوا على الترابيزة بتاعتي من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجالة الحرب، بيقول السيد الرب، وخلي المجد بتاعي في الشعوب التانية، وكل الشعوب التانية يشوفوا الحكم بتاعي اللي نفذته وإيدي اللي خلتها عليهم، فيعرف بيت إسرائيل إني أنا الرب إلههم من اليوم ده وطالع، وتعرف الشعوب التانية إن بيت إسرائيل اتأثروا بالخطية بتاعتهم لأنهم خانوني، فخبيت وشي عنهم وسلمتهم لإيد اللي بيضايقوهم، فوقعوا كلهم بالسيف زي النجاسة بتاعتهم وزي المعاصي بتاعتهم، عملت معاهم وخبيت وشي عنهم، عشان كده بالشكل ده قال السيد الرب، دلوقتي ارجع اسر يعقوب وارحم كل بيت اسرائيل واغير على اسمي القدوس، فيشيلوا كسفتهم وكل الخيانة بتاعتهم اللي خانوني بيها، لما سكنهم في ارضهم مطمنين ومفيش اللي يخوف، لما رجعهم من الشعوب
واجمعهم من أراضي أعدائهم، ويبقى التقديس بتاعي فيهم قدام عينين شعوب تانية كتيرة، يعرفوا أني أنا الرب إلههم، بأسري ليهم للشعوب التانية، بعدين جمعوهم لأرضهم، وما سيبش بعد كده هناك حد منهم، وما خبيش وشي عنهم بعد كده، لأني كبيت روحي على بيت إسرائيل، بيقول السيد الرب. حزقيال 40 في السنة 25 من أسرنا، في رأس السنة، في اليوم العاشر من الشهر، في السنة 14 بعد ما اتضربت المدينة، في نفس اليوم ده، كانت علي إيد الرب، وجه بي لهناك. في رؤى الله جه بي الأرض إسرائيل، وحطني على جبل عالي، مكان عليه من ناحية الجنوب، اللي يشبه بنى المدينة. فنقلني لهناك، وفين وراجل منظره زي منظر النحاس، شايل في إيده خيط كتان وقصبة قياس، وهو واقف في الباب. فقال لي الراجل: يا ابن آدم، بص بعينيك واسمع كويس بودانك، وخد بالك قوي لكل اللي حورهولك، لأنك عشان كده جيت لهنا. بعدين بلغ شعب إسرائيل بكل اللي تشوفه. وفين وسور واقف بره الهيكل محوط بيه، وكان طول القصبة اللي في إيد الراجل حوالي 3 أمتار. فابتدى يقيس البنا، فكان عرضه وارتفاعه قصبة واحدة حوالي 3 أمتار. بعدين طلع قدام من الباب اللي قصاد الشرق، وطلع درجة وقاس عتبة الباب، فكان عرضها قصبة واحدة حوالي 3 أمتار، وكمان كان عرض العتبة التانية قصبة واحدة. وقاس كمان الأوض اللي في الجنب، فكان طول وعرض كل واحدة منها قصبة واحدة، وبين كل أوضة وأوضة 5 دراعات حوالي 2.5 متر. وكان عرض عتبة الباب الجوانية جنب الفناء بتاع الباب قصبة واحدة. بعدين قاس فناء الباب من جوه، فكان قصبة واحدة. وقاس كمان فناء الباب مع الأعمدة بتاعته، فكانت على بعضها 10 دراعات حوالي 5 أمتار. وكان فناء الباب ده من جوه في اتجاه الهيكل، وكانت أوض الحراس عند الباب 6، 3 على كل جنب، وكلها مقاس واحد هي والأعمدة بتاعتها. بعدين قاس عرض مدخل الباب، فكان 10 دراعات حوالي 5 أمتار، وطوله 13 دراع حوالي 6.5 متر. أما الحافة اللي قصاد الأوض فكان دراع واحد حوالي 0.5 متر في كل جنب، وكان طول كل أوضة من أوض الحراس وعرضها 6 دراعات حوالي 3 أمتار. بعدين قاس الباب من سقف الحيطة الورانية للأوضة لحد سقف الحيطة الورانية للأوضة اللي قصادها، فكانت المسافة بينهم 25 دراع حوالي 12.5 متر. الباب قصاد الباب، وكان طول محيط الدعامات اللي واقفة حوالين ممر المدخل الجواني 60 دراع حوالي 30 متر. كمان كانت المسافة بين حافة باب المدخل وحافة باب الفناء الجواني 50 دراع حوالي 25 متر. والأوض المدخل والحيطان بتاعته والفناء فتحات متشبكة جوانية محوطة بيها كلها، كمان اترسم على الدعامة رسم شجرة نخيل. بعدين أخدني للساحة البرانية، وفين وفي أوض ورصيف محوط بالساحة، اتبنت عليه 30 أوضة، وكان الرصيف ممدود على الجوانب بتاعت البوابات، وعرضه زي طول البوابات. ده هو الرصيف التحتاني، وقاس الملاك العرض من قدام الباب التحتاني لحد قدام الساحة الجوانية من بره، فكانت المسافة 100 دراع حوالي 50 متر للشرق وللشمال. بعدين قاس طول وعرض باب الساحة البرانية اللي ناحية الشمال، وكمان القوب بتاعته اللي قصاد بعض 3 من كل ناحية، والدعامات بتاعته والفناء بتاعه، فكانت المقاسات بتاعتهم زي مقاسات الأولانيين، طولها 50 دراع حوالي 25 متر، وعرضها 25 دراع حوالي 12.5 متر. كمان الفتحات بتاعته والسحاب بتاعته والنخل بتاعه كان زيها في القياس زي مقاس الباب اللي ناحية الشرق، وكان ليه 7 درجات يطلعوا عليها عشان يوصلوا له. ووقفت قدامه الأقواس بتاعت السحاب بتاعته، وللساحة الجوانية باب قصاد باب الشمال، واحد تاني قصاد باب الشرق. وقاس المسافة من باب لباب، فكانت 100 دراع حوالي 50 متر. بعدين أخدني ناحية الجنوب، وكان في باب ناحية الجنوب، فقاس الدعامات بتاعته والسحاب بتاعته، فكانت زي المقاسات اللي فاتت، وكان في المدخل بتاعه والسحاب بتاعته فتحات بتحوط بيها زي فتحات المدخلين التانيين، وكان طوله 50 دراع حوالي 25 متر، وعرضه 25 دراع حوالي 12.5 متر، وكان ليه 7 درجات بيطلعوا عليها عشان يوصلوا له. ووقفت قدامه الأقواس بتاعت السحاب بتاعته، واتناقشت على الدعامات بتاعته 2 شجرات نخيل كل واحدة من جنب، وللساحة الجوانية باب ناحية الجنوب،
وقاس المسافة من الباب للباب فكانت 100 دراع، حوالي 50 متر باتجاه الجنوب. بعدين جابني للساحة الجوانية من باب الجنوب وقاس الباب، فكانت المقاسات بتاعته زي مقاسات البابين التانيين، وكمان المقاسات بتاعت القوة بتاعته والدعامات بتاعته والسحاب بتاعته. كمان كان ليه والسحاب بتاعته على امتداد المحيط بتاعها فتحات. اما طوله فكان 50 دراع، حوالي 25 متر، وعرضه 25 دراع، حوالي 12 متر ونص. وكان على طول المحيط بتاعه ساحات طولها 25 دراع، حوالي 12 متر ونص، وعرضها 5 دراعات، حوالي 2.5 متر. وكانت الساحات المقببة بتاعته قصاد الساحة البرانية، واتناقشت على الدعامات بتاعتها اشجار نخيل، ولو 8 درجات بتوصل ليه. وجي بيا للساحة الجوانية اللي ناحية الشرق وقاس الباب، فكانت المقاسات بتاعته زي المقاسات التانية، وكمان مقاسات القوة بتاعته والدعامات بتاعته والسحاب بتاعته. كمان كان ليه والسحاب بتاعته فتحات على طول المحيط بتاعها. اما طوله فكان 50 دراع، حوالي 25 متر، وعرضه 25 دراع، حوالي 12 متر ونص. وكانت الساحات المقببة بتاعته قصاد الساحة البرانية، واتناقشت على الدعامات بتاعته أشجار نخيل، ولو 8 درجات بتوصل ليه. بعدين أخدني الباب الشمال وقاسه، فكانت المقاسات بتاعته زي المقاسات التانية، وكمان مقاسات القوة بتاعته والدعامات بتاعته والسحاب بتاعته والفتحات اللي على المحيط بتاعه. أما طوله فكان 50 دراع، حوالي 25 متر، وعرضه 25 دراع، حوالي 12 متر ونص. وكانت الساحات المقببة بتاعته قصاد الساحة البرانية، واتناقشت على الدعامات بتاعتها أشجار نخيل، وله 8 درجات بتوصله. وكانت فيه هناك أوضة ملحقة بيه مع الباب بتاعه جنب دعامات الأبواب، مكان ما كانت بتتغسل ذبيحة المحرقة. وكان على كل جنب من جوانب الفناء ترابيزتين تدبي عليهم المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم. كمان كان في الجنب البراني عند الدرجات اللي بتوصل لباب الشمال ترابيزتين، وفي الجنب التاني عند فناء الباب ترابيزتين تانيين، يعني 4 ترابيزات في كل جنب، فتبقى على بعضها 8 ترابيزات تتدبح عليهم القرابين. وكان في كمان 4 ترابيزات تانية شكلها مربع معمولة من حجارة منحوتة، طول وعرض كل واحدة منها 1.5 دراع، حوالي 75 سنتي، وارتفاعها 1 دراع، حوالي 50 سنتي. كانوا بيحطوا عليها الأدوات المستخدمة في دبح المحرقات وكل الذبايح، وليها خطافات مزدوجة طولها شبر معوجة متثبتة حوالين المحيط بتاعها، وكان على الترابيزات لحمة القرابين. وتقوم بره الباب الجواني قطين في الساحة الجوانية، واحدة جنب باب الشمال باتجاه الجنوب، والتانية جنب الباب الجنوبي باتجاه الشمال. وقال لي الملاك الأوضة دي اللي متجهة ناحية الجنوب هي للكهنة اللي بيحرسوا الهيكل، والأوضة اللي متجهة ناحية الشمال هي للكهنة اللي بيحرسوا المذبح، وهم ولاد صدوق اللي لوحدهم من ولاد لاوي يحق لهم انهم يقربوا من الرب عشان يخدموه. بعدين قاس الساحة، فكانت مربعة طولها وعرضها 100 دراع، حوالي 50 متر، والمذبح واقف قدام الهيكل. وجابني لساحة الهيكل وقاس سمك الدعامتين بتوعه من كل جنب، فكان 5 دراعات، حوالي 2.5 متر لكل دعامة، وعرض الباب 3 دراعات، حوالي 2.5 متر. وكان طول الفناء 20 دراع، حوالي 10 امتار، وعرضه 11 دراع، حوالي 5.5 امتار عند الدرجات اللي بتوصل له. كمان نصب عند الدعامات عمودين، واحد على كل جنب، حزقيال 41. وجابني الهيكل، بعدين قاس الدعامات، فكان عرضها في كل جنب 6 دراعات، حوالي 3 امتار، زي عرض الخيمة. اما عرض المدخل فكان 10 دراعات، حوالي 5 امتار. كمان كان عرض كل جنب من الجنبين بتوع المدخل 5 دراعات، حوالي 2.5 متر. بعدين قاس الهيكل، فكان طوله 40 دراع، حوالي 20 متر، وعرضه 20 دراع، حوالي 10 امتار. بعدين طلع قدام من جوه وقاس دعامة المدخل، فكان 2 دراعين، حوالي متر. اما المدخل نفسه فكان طوله 6 دراعات، حوالي 3 امتار، وعرضه 7 دراعات، حوالي 3.5 امتار. وقاس اللي جوه، فكان الطول والعرض بتاعه كل واحد 20 دراع، حوالي 10 امتار باتجاه القدس. وقال لي هو ده قدس الاقداس. وقاس حط الهيكل، فكان السمك بتاعها 6 دراعات، حوالي 3 امتار، وعرض كل اوضه من الاوض المحوطه بالهيكل 4 دراعات، حوالي 2 متر. وكانت الاوض مكونه من 3 طبقات، في كل طبقه 30 اوضه، كل اوضه مبنيه فوق اختها. وكانت الاوض داخله في الحيطه المحوطه بالهيكل عشان تسند عليها وما تسندش على حته الهيكل نفسها. وكانت الاوضه اللي في الجنب دي بتوسع من دور لدور،
على حسب وسع كل دور محوط بالهيكل، عشان كده كان الواحد يطلع من دور تحت لدور فوق عن طريق الدور اللي في النص. وشفت ان الهيكل رصيف تخين على طول المحيط بتاعه، وكان مقاس الأوضة الجوانية قصبة كاملة يعني 6 دراعات حوالي 3 امتار لحد المفصل، والسمك بتاع حتة الأوض من بره 5 دراعات حوالي 2.5 متر، واللي بقى هو فسحة عشان الأوض بتاعت الهيكل، واللي بين الرصيف والأوض 20 دراع حوالي 10 امتار على طول محيط الهيكل البراني. وكان للأوض اللي في الجنب اللي بتطل على الفسحة مدخلين، مدخل باتجاه الشمال ومدخل تاني باتجاه الجنوب، وكان عرض الفسحة دي 5 دراعات حوالي 2.5 متر على طول محيط الهيكل، وكان عرض البنى اللي قصاد ساحة الهيكل ناحية الغرب 70 دراع حوالي 35 متر، وعرض حتة البنى على طول المحيط بتاعها 5 دراعات حوالي 2.5 متر وطولها 90 دراع حوالي 45 متر. بعدين قاس الهيكل فكان طوله 100 دراع حوالي 50 متر. كمان كان طول الساحة والبنى مع الحيطان بتاعته 100 دراع حوالي 50 متر، وكمان عرض الواجهة الشرقية للهيكل مع الساحة كان 100 دراع حوالي 50 متر. بعدين قاس طول البنى اللي قصاد الساحة الورانية باتجاه الغرب مع الأعمدة بتاعته فكان 100 دراع حوالي 50 متر مع الهيكل الجواني والسحاب بتاعته، وكانت العتبات والفتحات المتشبكة والأعمدة المحوطة بالطبقات الثلاثة قصاد العتبة، وكانت من الأرض لحد الفتحات، والفتحات نفسها كلها متغطية بألواح خشب من كل الجوانب بتاعتها، وبالشكل ده اللي فوق المدخل وجوه الهيكل وبره، والمحيط بتاع الحيطه من الجنبين الجواني والبراني على حسب المقاسات المتعينة، واتحفر فيه ملايكة وأشجار نخيل، نخلة بين ملاك وملاك، وكان لكل ملاك وشين، واحد منهم وش إنسان باتجاه النخلة اللي قبله، والتاني وش أسد صغير باتجاه النخلة اللي بعده، وكلها اتحفرت على كل جوانب الهيكل، وانتشرت المحفورات بتاعت الملايكة وأشجار النخيل من الأرض لحد فوق المداخل، وكمان على حيطان الهيكل، وكانت القوائم بتاعت الهيكل مربعة، كمان كان وش القدس منظره زي وش الهيكل. أما المذبح فكان معمول من خشب، ارتفاعه 3 دراعات حوالي 1.5 متر، وطوله 2 دراع حوالي 1 متر، وكانت الزوايا بتاعته والقعدة بتاعته والجوانب بتاعته معمولين من خشب. وقال لي الملاك هي دي الترابيزة اللي قدام الرب، وكان للهيكل والقدس لكل واحد بابين مزدوجين، ولكل باب درفتين يتقفلوا على نفسهم، وتحفر على درف الهيكل ملايكة وأشجار نخيل زي ما تحفر على الحيطان، وتثبت إفريز خشب على وش الفناء من بره، وانتشرت الفتحات المتشبكة ورسوم أشجار النخيل على الجنبين بتوع الفناء وعلى أوض البيت وعلى الأفريز. حزقيال 42. بعدين خرجني للساحة البرانية من الطريق المتجه للشمال، ودخلني للأوض اللي قصاد الساحة المنفصلة قصاد البنى الشمالي، وكان طول البنى اللي فيه الباب اللي بيطل على الشمال 100 دراع حوالي 50 متر، وعرضه 50 دراع حوالي 25 متر، وقصاد الساحة الجوانية اللي طولها 20 دراع حوالي 10 امتار، وقصاد رصيف الساحة البرانية ساحات قصاد بعض في 3 طبقات، وقدام الأوض ممر عرضه 10 دراعات حوالي 5 امتار، وطوله 100 دراع حوالي 50 متر، وأبوابه بتطل على ناحية الشمال. وكانت الأوض العالية أضيق من أوض الدورين التانيين لأن الأعمدة أخدت حتة منها، لأن الأوض مكونة من 3 طبقات وما كانش ليها أعمدة زي أعمدة الساحات، عشان كده فالأوض العالية كانت أضيق من أوض الدورين التانيين التحتاني والوسطاني. وكان طول الحيطة البرانية الموازية لامتداد الأوض باتجاه الساحة البرانية 50 دراع حوالي 25 متر، لأن طول امتداد الأوض في الساحة البرانية 50 دراع حوالي 25 متر، في حين أن طول امتداد الأوض اللي قصاد الهيكل 100 دراع حوالي 50 متر. وتعمل تحت الأوض دي مدخل في الناحية الشرقية يودي للأوض من الساحة البرانية، وفي عرض حتة الدار ناحية الشرق كانت في أوض موجودة في الشمال قصاد الساحة قصاد البنى، وقدامها ممر، وكانت في الطول بتاعها والعرض بتاعها وكل المخارج بتاعتها وأشكالها وأبوابها زيها زي الأوض اللي ناحية الشمال. وكان تحت الأوض اللي متجهة للجنوب مدخل شرقي يودي للممر اللي بيوصل ليها، وقصادها حيطة بتفصل. بعدين قال لي الملاك ان الاوض الشمالية والاوض الجنوبية اللي قصاد الساحة اوض مقدسة
مكان ما ياكل الكهنة اللي بيقربوا بخدمتهم للرب الأقداس بتاعة القرابين. هناك يحطوا أقداس القرابين وتقدمة الحبوب وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، لأن المكان مقدس. وعلى الكهنة بعد ما يدخلوا ليها إنهم ما يخرجوش للساحة البرانية إلا بعد ما يخلعوا الهدوم المقدسة بتاعتهم اللي بيخدموا بيها ويلبسوا هدوم غيرها، بعدين يروحوا المكان ما بيتجمع الشعب. ولما خلص من قياس الهيكل الجواني خرجني للباب الشرقي وقاس منطقة الهيكل المحوطة بيه، فقاس الجنب الشرقي بقصبة القياس فكان 500 قصبة حوالي 1500 متر. بعدين حود على الجنب الشمالي فقاسه فكان 500 قصبة حوالي 1500 متر، وقاس الجنب الجنوبي فكان 500 قصبة حوالي 1500 متر، وكمان قاس الجنب الغربي فكان 500 قصبة حوالي 1500 متر. وكده خلص قياس محيط الجوانب بتاعته الأربعة، وكان له سور مربع طوله 500 قصبة حوالي 1500 متر، وبالشكل ده العرض بتاعه عشان يفصل بين المكان المقدس والأماكن العامة. حزقيال 43. بعدين جابني للباب اللي متجه ناحية الشرق، وفينه مجد إله إسرائيل جاي من الشرق وصوته زي صوت مية كتيرة، فنورت الأرض من مجده. وكانت الرؤية اللي شفتها زي الرؤية اللي ظهرت لي لما جه الرب عشان يدمر المدينة، وزي الرؤية اللي شفتها عند نهر خابور. فترميت على وشي وعد مجد الرب للهيكل من الباب اللي متجه ناحية طريق الشرق، فنقل لي روح للساحة الجوانية وفينه مجد الرب ملى الهيكل والملاك لسه واقف جنبي. فسمعت اللي بيكلمني من الهيكل يقول لي: يا ابن آدم، ده مكان الكرسي بتاعي ومكان بطن رجلي، مكان ما بسكن في وسط ولاد إسرائيل لمن غير نهاية، وما ينجس بعد كده بيت إسرائيل اسمي القدوس لا هم ولا ملوكهم، لا بالزنا بتاعهم ولا بالجسس بتاعت ملوكهم في الأماكن العالية بتاعتهم، بعملهم العتبة بتاعتهم عند العتبة بتاعتي، والأوائم بتاعتهم عند الأوائم بتاعتي، وبيني وبينهم حيطة. فنجسوا اسمي القدوس بالنجاسات بتاعتهم اللي عملوها، فأفنيهم بالغضب بتاعي، فيبعدوا عني دلوقتي الزنا بتاعهم وجثث الملوك بتاعتهم، فأسكن في وسطهم لمن غير نهاية. وانت يا ابن آدم بلغ إسرائيل عن الهيكل عشان يكسفوا من الخطايا بتاعتهم ويقيسوا الرسم، فلو اتكسفوا من كل اللي عملوه فعرفهم صورة الهيكل والرسم بتاعه والمخارج بتاعته والمداخل بتاعته وكل أشكاله وكل الفرايب بتاعته وكل أشكاله وكل شرايعه، واكتب ده قدام عينيهم عشان يحافظوا على كل الرسوم بتاعته وكل فرايده ويعملوا بيها. دي شريعة الهيكل على رأس الجبل، كل الحد بتاعه حواليه قدس أقداس، هي دي شريعة الهيكل. وهي دي مقاسات المذبح بالدراعات. ارتفاع القعدة درع يعني حوالي نص متر، وعرضها درع حوالي نص متر، وارتفاع الحافة بتاعتها حوالي شبر واحد. ومن قعدة المذبح على الأرض لحد الحافة العالية بتاعت الرف التحتاني درعين حوالي متر، والعرض درع حوالي نص متر. ومن الرف التحتاني للرف الوسطاني أربع دراعات حوالي مترين، والعرض درع حوالي نص متر. أما ارتفاع الموقف بتاع المذبح فأربع دراعات حوالي مترين، وتتمد من زوايا الموقد لفوق أربع قرون. وكان الموقد نفسه مربع طوله 12 دراع حوالي 6 أمتار، وبالشكل ده عرضه. أما رف الموقد فكان مربع كمان طوله 14 دراع حوالي 7 أمتار، وبالشكل ده عرضه. وله حافة عرضها نص دراع حوالي ربع متر، والقعدة بتاعتها دراع حوالي نص متر، والدرجات بتاعته في اتجاه الشرق. وقال لي: يا ابن آدم، كده قال السيد الرب، دي الفرايب بتاعت المذبح يوم ما يتعمل عشان تطلع المحرقة عليه وعشان يترش الدم عليه. تقدم طور لذبيحة خطية للكهنة اللويين من خلفة هارون اللي متقربين لي عشان يخدموني، بيقول السيد الرب، وتاخد من دمه وتحط منه على قرون المذبح الأربعة وعلى زوايا الرف وعلى محيط الحافة بتاعته فتطهره وتكفر عنه، وتاخد طور الخطية لمكان ما يتحرق في المكان المحدب من الهيكل برا المقدس. وفي اليوم التاني تقرب تيس من المعيز سليم ذبيحة خطية فيتطهر المذبح،
زي ما طهروه بدم التور. ولما تكمل التطهير تقرب تور وكبش سلام، تقربهم قدام الرب ويرش عليهم الكهنة ملح ويطلعوهم محرقة للرب. وتقرب كل يوم ولمدة 7 أيام تيس خطية وطور وكبش سلام، فتكفروا عن المذبح وتطهروه وتكرسوه 7 أيام. وفي اليوم 8 والأيام اللي بعده بعد ما يكمل أسبوع التطهير يقرب الكهن على المذبح المحرقات بتاعتكم وذبايح السلام بتاعتكم فأرضى عنكم، بيقول السيد الرب. حزقيال 44. بعدين رجعني لباب الهيكل البراني اللي قصاد الشرق وكان وقتها مقفول، وقال لي هيفضل الباب ده مقفول ما يتفتحش وما يدخلش منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل عدى منه، عشان كده يفضل مقفول. الريس ريس هو يقعد فيه عشان يأكل أكله قدام الرب، من طريق فناء الباب يدخل ومن طريقه يخرج. بعدين جابني عن طريق باب الشمال لقدام الهيكل، فتلفت حواليا وفين وانا بشوف مجد الرب بيملى هيكل الرب، فترميت على وشي وكلمني وقال يا ابن آدم حط قلبك وبص بعينيك واسمع كويس بودانك لكل اللي بكلمك بيه عن كل الفراي بتاعت هيكل الرب وأحكامه، وراقب بحرص المداخل بتاعت الهيكل والمخارج بتاعت المكان المقدس، وقول للي متمردين لشعب إسرائيل ده اللي بيقوله السيد الرب، كفاياكو كل النجاسات بتاعتكو يا بيت إسرائيل. لما دخلت ولاد الغريب اللي قلوبهم مش مختونة ولحمهم مش مختون عشان يبقوا في المكان المقدس بتاعي فينجسوا بيتي، لما قربت عيشي شحم ودم فكسروا العهد بتاعي فوق كل النجاسات بتاعتكو، وما حرستوش حراسة الأماكن المقدسة بتاعتي، لكن قومتوا حراس يحرسوا بدلكو في المكان المقدس بتاعي. كده قال السيد الرب، ابن الغريب قلبه مش متطاهر ولحمه مش متطاهر ما يدخلش المكان المقدس بتاعي، لكل ابن غريب من اللي فوسط ولاد إسرائيل. لكن اللويين اللي بعدوا عني لما تاه إسرائيل فتاهوا عني ورا الأصنام بتاعتهم يشيلوا الخطية بتاعتهم ويبقوا خدام في المكان المقدس بتاعي، حراس أبواب البيت وخدام البيت، هم يذبحوا المحرقة والذبيحة للشعب وهم يقفوا قدامهم عشان يخدموهم، لأنهم خدموهم قدام الأصنام بتاعتهم وكانوا كعبالة خطية لبيت إسرائيل، عشان كده رفعت إيدي عليهم بيقول السيد الرب فيشيلوا الخطية بتاعتهم وما يقربوش ليا عشان يبقوا كهنة ليا، ولا عشان يقربوا الحاجة من الحاجات المقدسة بتاعتي من قدس الأقداس، لكن يشيلوا الكسفة بتاعتهم والنجاسات بتاعتهم اللي عملوها، لكن اكلفهم بحراسة الهيكل وبكل خدمة غيرها من اعمال الصيانة. اما الكهنة اللويين من خلفة صدوق اللي واظبوا بحرص على حراسة المكان المقدس بتاعي لما تاه عني ولاد اسرائيل، فدول بس يتقدموا للخدمة بتاعتي ويقفوا قدامي عشان يقربوا لي الشحم والدم، بيقول السيد الرب. هم لوحدهم يدخلوا المكان المقدس بتاعي ويتقدموا للترابيزة بتاعتي عشان يخدموني وعشان يحرسوا الحراسة بتاعتي، ولما يدخلوا أبواب الساحة الجوانية يلبسوا لبس من كتان وما يحطوش عليهم لبس من صوف وهم بيخدموا عند أبواب الساحة الجوانية واللي وراها، ويلبسوا عمايم كتان على رأسهم ويلبسوا سراويل كتان كمان على وسطهم، وما يلبسوش اللي يخلي العرق ينزل من أجسامهم. ولما يخرجوا للساحة البرانية مكان ما بيجمع الشعب يخلعوا هدوم خدمتهم ويحطوها في اوض القدس، بعدين يلبسوا هدوم تانية عشان ما يقدسوش الشعب بالهدوم بتاعتهم، وما يحلقوش رأسهم وما يرخوش خصل لكن يجزوا شعر رأسهم، وما يشربش كاهن خمرة لما يدخل الساحة الجوانية، وما يتجوزش الكهنة أرملة ولا متطلقة لكن يتجوزوا صبايا عذارى من شعب إسرائيل أو أرملة الكاهن، ويعلموا شعب يميزوا بين المقدس والحلال ويعلموهم يميزوا بين النجس والطاهر، وفي الخصام هم يقفوا للحكم ويحكموا حسب الأحكام بتاعتي، ويعملوا الشرايع بتاعتي والفرايب بتاعتي في كل مواسم أعيادي ويقدسوا أيام سبوتي، وما يقربوش من جثة ميت فيتنجسوا إلا إذا كان الميت أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ
أو أخت مش متجوزة فعشانهم يتنجسوا. وبعد تطهيره يحسبوا له 7 أيام. وفي يوم دخوله للقدس للساحة الجوانية عشان يخدم في القدس، يقرب اللي عليه من ذبيحة الخطية، بيقول السيد الرب: وما يبقاش ليهم ورث لأني أنا الورث بتاعهم، وما تدهمش ملك في إسرائيل لأني الملك بتاعهم، ويبقى أكلهم من تقديمات الحبوب وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وكل تقدمة متخصصة للرب في إسرائيل، ويبقى للكهنة كمان كل الأوائل من أوائل الغلاب بتاعتكو والإنتاج بتاعكو ومن كل أصناف التقدمات بتاعتكو، وتدوهم أول العجين بتاعكو عشان تيجي البركة على بيوتكو. وما يأكلش الكاهن من أي حاجة ميتة أو فريسة، سواء كان طير أو بهيمة. حزقيال 45. ولما تقسموا الأرض ميراث تخصصوا منها تقدمة مقدسة للرب، طولها 25,000 ذراع، حوالي 12.5 كيلومتر، وعرضها 10,000 ذراع، حوالي 5 كيلومتر، فتبقى مقدسة على طول الحدود بتاعتها. وتفرزوا من الأرض دي حتة مربعة طولها 500 ذراع، حوالي 250 متر، وبالشكل ده عرضها، فتبقى البنى المكان المقدس. كمان تخصصوا للساحة المكشوفة اللي محوطة بيه حتة تانية عرضها من كل جنب 50 ذراع، حوالي 25 متر، ويبقى المكان المقدس قدس الأقداس ضمن حتة أرض طولها 25,000 ذراع، حوالي 12.5 كيلومتر، وعرضها 10,000 ذراع، حوالي 5 كيلومتر، وتبقى حتة متخصصة متقدسة للكهنة خدام المكان المقدس اللي بيقربوا خدمة الرب، ومكان عشان يبنوا بيوتهم، ومكان عشان بنى المكان المقدس. وتتفرس حتة تانية للاويين طولها 25,000 ذراع، حوالي 12.5 كيلومتر، وعرضها 10,000 ذراع، حوالي 5 كيلومتر، تبقى ملك ليهم يبنوا عليها البيوت بتاعتهم. وتخلوا للمدينة حتة أرض عرضها 5,000 ذراع، حوالي 2.5 كيلومتر، وطولها 25,000 ذراع، حوالي 12.5 كيلومتر، موازية للتقدمة المقدسة، فتبقى لكل شعب إسرائيل. وتخصص للرئيس حتتين أرض على الجنبين بتوع التقدمة المقدسة وأملاك المدينة من الشرق ومن الغرب، ويبقى طولها موازي لطول حدود تقدمة القدس وأملاك المدينة في الناحيتين، فتبقى الأرض دي ملك ليه، فما يرجعش الرؤساء بتوعي يغتصبوا أملاك شعبي، لكن يدوا كل الأرض لشعب إسرائيل على حسب العشائر بتاعتهم. وده اللي بيعلنه السيد الرب: كفاياكوا يا رؤسة إسرائيل، بطلوا ظلم واغتصاب واحكموا بالحق والعدل، وبطلوا تظلموا شعبي، بيقول السيد الرب. تبقى ليكوا موازين عدلة، ووزن إيفة حق، ومكيال بث حق، فيبقوا الإيفة والبث قد بعض، ويساعد كل واحد منهم عشر الحمر، ويبقى الحمر هو المكيال الرسمي اللي يتاخد بيه. وتبقى عملة الشاقل تساوي 20 جيرة، فتبقى قيمة الخمس شواقل 5 شواقل، وقيمة العشر شواقل 10 شواقل، وقيمة المن 50 شاقل. وهي دي التقدمة اللي تقدموها: سدس الإيفة من القمح حوالي 3.75 لتر، قصاد كل حمر قمح، وسدس الإيفة من الشعير قصاد كل حمر شعير. أما فريضة الزيت فتقدمه بث قصاد كل كر، والكر يساوي حمر ويساوي 10 بث كمان. وغنمية واحدة من الضان من كل قطيع فيه 200 ضان من سقي مراعي إسرائيل. هي دي التقدمة بتاعت الحبوب والمحرقة وذبايح السلام عشان التكفير عنهم، بيقول السيد الرب. أما تقدمة الرئيس من الحبوب في إسرائيل فهي فريضة على كل شعب الأرض، وعلى الرئيس تبقى قرابين المحرقات وتقدمات الدقيق وكب الخمرة في الأعياد ورؤوس الشهور وأيام السبوت وفي كل مواسم الاحتفالات بتاعت شعب إسرائيل، عشان علينا يقدم ذبيحة الخطية وتقدمة الدقيق وذبيحة المحرقة وذبايح السلام عشان التكفير عن شعب إسرائيل. وده اللي بيقوله السيد الرب: في اليوم الأولاني من الشهر الأولاني تاخد طور سليم وتطهر المكان المقدس بالدم بتاعه، وياخد الكاهن من دم ذبيحة الخطية ويحط منه على الأوائم بتاعت الهيكل وعلى الأربع زوايا بتعرف في المذبح،
وعلى قوائم باب الساحة الجوانية، وتعمل زي كده كمان في اليوم السابع من الشهر عن الراجل اللي يتوه بالغلط سواء عن نسيان أو جهل فتكفروا عن الهيكل. وفي اليوم الـ14 من الشهر الأولاني تحتفلوا بالفصح فتاكلوا فطير لمدة 7 أيام، ويقرب الريس في اليوم ده عن نفسه وعن كل شعب الأرض تور عشان يبقى بيحة خطية. كمان يقرب في كل يوم الـ7 أيام بتوع العيد محرقة للرب من 7 تيران وسبع كباس سليمة وتيس معيز عشان يبقى ذبيحة خطية. أما تقدمة الدقيق اللي يقربها فتبقى إيفة حوالي 22 لتر عن كل تور وكمان عن كل كبش، وهين حوالي 4 لتر من الزيت عن كل إيفة حوالي 22 لتر. وفي اليوم 15 من الشهر السابع يقرب الري زي كده في 7 أيام بتوع العيد ذبيحة خطية ومحرقة وتقدمة الدقيق وتقدمة الزيت. حزقيال 46. بالشكل ده قال السيد الرب، باب الساحة الجوانية اللي متجه للشرق لازم يفضل مقفول 6 أيام الشغل وما يتفتحش غير في أيام السبت وفي رأس كل شهر، ويدخل الريس ليه من الفناء بتاع الباب من بره ويفضل واقف عند القايمة بتاعت الباب لحد ما يخلص الكهنة تقديم المحرقة بتاعته وذبائح السلامة بتاعته، بعدين يركع على عتبة الباب ويمشي. أما الباب فما يتقفلش لحد المساء، ويركع الشعب عند مدخل الباب ده قدام الرب في أيام السبت وفي أوائل الشهور، وتبقى المحرقة اللي بيقدمها الرئيس للرب في يوم السبت 6 حملان سليمة وكبش سليم. أما التقدمة بتاعت الدقيق فتبقى إيفة حوالي 22 لتر للكبش وللحملان اللي تقدموا عطية إيده، وهين حوالي 4 لتر زيت عن كل إيفة. ويقدم في أول يوم من كل شهر عجل سليم و6 حملان وكبش تبقى كلها سليمة، ويرفع تقدمة الدقيق إيفة قصاد كل عجل وقصاد كل كبش. أما للحملان فحسب ما تنول إيده، وكمان هين زيت عن كل إيفة. ويجي الريس لما يدخل عن طريق الفناء ومنه يمشي كمان، ولما يدخل الشعب قدام الرب في المواسم فاللي يدخل من طريق باب الشمال يمشي من طريق باب الجنوب، واللي يجي من طريق باب الجنوب يمشي من طريق باب الشمال، ما يرجعش من طريق الباب اللي جه منه لكن يمشي من طريق الباب اللي قصاده. ولما يدخلوا يدخل الريس معاهم، ولما يمشوا يمشي الريس معاهم. وتبقى تقدمة الأعياد والمواسم من الدقيق إيفة قصاد كل عجل وكمان قصاد كل كبش. أما للحملان فاللي تديه إيده، وكمان هين زيت عن كل إيفة. ولو قدم الريس محرقة أو ذبايح سلامة اختيارية يتفتح له الباب الشرقي فيطلع المحرقة بتاعته وذبايح السلامة بتاعته زي ما بيتعمل في كل يوم سبت، بعدين أول ما يمشي يتقفل الباب وراه، وتقدم في صبح كل يوم حمل عمره سنة سليم عشان يبقى محرقة صبح للرب، وتقدم عليه كمان من الدقيق في كل صبح سدس الإيفة مع تلت الهين من الزيت عشان رش الدقيق، فتبقى دي تقدمة للرب وفريضة دايما من غير نهاية. وتقربوا الحمل وتقدمة الدقيق والزيت في كل يوم الصبح محرقة دايما. كده قال الرب. لو وهب الرئيس حد من ولاده نصيب من ورثه فيبقى ليه بحق الورث، ولكن لو ادى حد من عبيده عطية من الورث بتاعه فتبقى ليه لحد سنة العتق بعدين ترجع للرئيس. اما الورث بتاعه فيبقى ملك لولاده، وما يغتصبش الرئيس حاجة من ورث الشعب ويحرمهم من ملكهم، لكن يورث ولاده من اللي يملكه بس عشان ما يتحرمش حد من شعبي من الملك بتاعه. بعدين جابني الملاك من المدخل اللي جنب الباب لأوض الكهنة في القدس اللي متجهة ناحية الشمال، وكان فيه هناك مكان على الجنبين في آخر الغرب، فقال لي هو ده المكان اللي يطبخ فيه الكهنة ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية، ومكان ما يخبزوا دقيق التقدمة عشان ما يخرجوش بيها للساحة فيقدسوا بيها الشعب.
بعدين نقلني للساحة البرانية وعد بيا على زوايا الساحة الأربعة. ففين وفي كل زاوية من الساحة فينيق؟ كان في زوايا الساحة الأربعة ساحات صغيرة طولها 40 دراع حوالي 20 متر وعرضها 30 دراع حوالي 15 متر، وللزوايا الأربعة مقاس واحد، وحوطت بكل ساحة من الساحات الأربعة حيطان واطية اتبنت عشان المطابخ من تحتها على طول دايرين ما يدور. فقال لي هي دي بيوت الطباخين، مكان ما يطبخ فيها خدام الهيكل ذبايح الشعب. حزقيال 47. بعدين رجعني لمدخل الهيكل وفين وفي مية بتخرج من تحت العتبة بتاعته ناحية الشرق، لأن وجهة الهيكل كانت ناحية الشرق وكانت المية بتنزل من تحت، من تحت الطرف اليمين لعتبة الهيكل جنوب المسبح. بعدين طلع بيا من طريق باب الشمال ماشي بيا في الطريق البراني للباب الشرقي البراني وفين المية بتجري في الجنب اليمين. وبعد ما الراجل خرج ناحية الشرق راح يقيس 1000 دراع حوالي 500 متر بخيط قياس كان في ايده، وعد بيا المية اللي وصل الارتفاع بتاعها لحد الكعبين. بعدين قاس 1000 دراع تانية حوالي 500 متر وعد بيا المية اللي وصل ارتفاعها لحد ركبتين، ورجع فقاس 1000 دراع تالتة حوالي 500 متر وعد بيا المية اللي وصل ارتفاعها لحد الوسط. بعدين قاس 1000 دراع رابعة حوالي 500 متر وفين ونهر ما قدرتش عديه لان المية فاضت مية سباحة لنهر ما يتعداش. وقال لي شفت ده يا ابن ادم؟ بعدين رجعني لشط النهر وفين ولقي عليه اشجار كتيرة موجودة على الضفتين بتوعه، وقال لي المية دي بتخرج لناحية المنطقة الشرقية وبتنزل لحد العربة وبتروح للبحر، للبحر هي خارجة فتشفي المية، ويبقى ان كل نفس حية تدب مكان ما يجي النهرين تعيش، ويبقى السمك كتير قوي لان المية دي تيجي لهناك فتشفي ويعيش كل اللي يجي النهر ليه، ويبقى الصيادين واقفين عليه من عين جدي لعين عجليم يبقى عشان فرد الشباك، ويبقى السمك بتاعهم على انواعه زي سمك البحر العظيم كتير قوي. اما المستنقعات بتاعته والبرك بتاعته فما تتشفيش من الملوحة بتاعتها، وعلى النهر ينبت على الشط بتاعه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، ما يتبلش الورق بتاعه وما يتقطعش الثمر بتاعه، كل شهر يطلع الثمار بتاعته بدري لأن المية بتاعته خارجة من القدس، ويبقى الثمر بتاعه للأكل وورقه عشان الدواء. كده قال السيد الرب، دي حدود الأرض اللي تملكوها بحسب عشائر إسرائيل الاتناشر. يبقى الخلفة يوسف نصيبين وتقسموا بينكم بالتساوي الأرض دي اللي حلفت لأبهاتكم إني ادهلكوا عشان تبقى ليكوا ورث، وهي دي حدود الأرض ناحية الشمال من البحر الكبير وانت معدي في طريق حسلون لحد صدد، ومن حماة وبيروثة وسبرايم اللي بين حد دمشق وحد حماة وحصر الوسطانية اللي على حدود حوران. فتتمد الحدود الشمالية من البحر لحصر عينان اللي على الحدود الشمالية مع حماة، ولحدود دمشق في الجنوب، فتبقى دي هي الحدود الشمالية بتاعتكو. وتتمد الحدود الشرقية من حصر عينان بين حوران ودمشق وعلى طول الأردن اللي بيفصل بين جلعاد وإسرائيل وانت معدي بالبحر الميت لحد سمار، فتبقى دي هي الحدود الشرقية بتاعتكو. أما الحدود الجنوبية فتتمد في الغرب من سمار لحد مية مريبوس قادش، ومن مكان ما بيتفرع نهر مصر للبحر الكبير، فتبقى دي هي حدودكو الجنوبية. أما الحدود الغربية فتبقى حد البحر الكبير، فتتمد من الحدود الجنوبية لمدخل حماة في الشمال، فتبقى دي هي الحدود الغربية بتاعتكو. وبالشكل ده تقسموا الأرض دي على حسب عشائر إسرائيل، تقسموها بالقرعة
عشان تبقى ورث ليكوا وللغرباء وللي ساكنين بينكوا اللي خلفوا أولاد في وسطكوا، فيبقوا ليكوا زي أهل البلد من ولاد إسرائيل، فيورثوا بينكوا في وسط عشائر إسرائيل، فتدوا الغريب ميراث في أرض العشيرة اللي يتغرب فيها، بيقول السيد الرب. حزقيال 48. ودي أسماء عشائر إسرائيل، بداية من الحدود الشمالية جنب طريق حسلون لحد مدخل حماة، حصر عينين على حدود دمشق في اتجاه الشمال جنب حماة، من أول الشرق لحد البحر في الغرب تبقى لدان حصة واحدة، ومن حدود دان في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى الأشير حصة واحدة، ومن حدود أشير في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى النفتالي حصة واحدة، ومن حدود نفتالي في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى المنسة حصة واحدة، ومن حدود منسة في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى الإفرايم حصة واحدة، ومن حدود إفرايم في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى الرعوبين حصة واحدة، ومن حدود رعوبين في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى اليهوذا حصة واحدة، ومن حدود يهوذا في الشرق لحد البحر في الغرب يبقى عرض حتة الأرض اللي تقدموها قدس لله 25,000 دراع حوالي 12.5 كيلومتر، ويبقى الطول بتاعها زي طول أي حصة من الشرق لحد البحر في الغرب، ويبقى المكان المقدس في وسطها، ويبقى طول الحصة اللي تقدموها للرب 25,000 دراع حوالي 12.5 كيلومتر. أما العرض بتاعها فيبقى 10,000 دراع حوالي 5 كيلومتر. أما الجزء اللي متخصص للكهنة فيها فيبقى طوله في الشمال 25,000 دراع حوالي 12.5 كيلومتر، وبالشكل ده في الجنوب. أما العرض بتاعه من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية فيبقى 10,000 دراع حوالي 5 كيلومتر لكل جنب، ويبقى المكان المقدس بتاع الرب في وسطه، ويبقى ده متخصص للكهنة المتقدسين من ولاد صدوق اللي حرسوا الحراسة بتاعتي، اللي متاهوش لما تاه ولاد إسرائيل زي متاه اللويين، وتبقى ليهم تقدمة من تقدمة الأرض اللي مفروزة القدس الأقداس على الحد بتاع اللويين، ويتحدد للاويين بالتوازي مع حدود أرض الكهنة حصة طولها 25,000 دراع حوالي 12.5 كيلومتر، وعرضها 10,000 دراع حوالي 5 كيلومتر، مساحتها زيها زي أرض الكهنة، وممنوع عليهم يبيعوا حتة منها أو يبدلوها أو يرهنوها لأنها متقدسة للرب. أما حتة الأرض اللي فاضلة اللي عرضها 5,000 دراع حوالي 2.5 كيلومتر، وطولها 25,000 دراع حوالي 12.5 كيلومتر، فتبقى حلال للكل، لسكان المدينة وللفسحات، وتبني المدينة في وسطها، وهي دي المقاسات بتاعت المدينة، شكلها مربع، فيبقى المقاس بتاع الحدود بتاعتها من كل اتجاهاتها شمال وجنوب وغرب 4,500 دراع حوالي 2.25 كيلومتر، وتبقى فيه فسحة للمدينة يتحوط بيها من جوانبها الأربعة 250 دراع من كل ناحية حوالي 100 متر من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويبقى الجزء اللي فاضل من الطول اللي موازي للتقدمة بتاعت القدس 10,000 دراع في الشرق حوالي 5 كيلومتر، و10,000 دراع في الغرب حوالي 5 كيلومتر، وتبقى الغلة بتاعته أكل للعمال بتوع المدينة، ويشرف على خدمة المدينة عمال من كل عشائر إسرائيل. وبالشكل ده تبقى المساحة بتاعت أرض التقدمة ومنها أرض الهيكل وملك المدينة 25,000 دراع في 25,000 دراع حوالي 688 كيلومتر مربع، واللي يتفضل على الجنبين بتوع التقدمة المقدسة وأملاك المدينة يبقى من نصيب الرئيس من اللي بعد مساحة الأرض المقدسة شرق وغرب لحد الحدود بتاعت عشائر إسرائيل، فتبقى التقدمة المقدسة والهيكل في وسطها، وباستثناء الأملاك بتاعت اللويين وأملاك المدينة اللي موجودة في وسط أراضي الرئيس، فالمنطقة اللي موجودة بين حدود يهوذا وحدود بنيامين تبقى من نصيب الرئيس. أما أراضي بقية العشائر فهي كده، من ناحية الشرق لحد البحر في الغرب تبقى البنيامين حصة واحدة، ومن حدود بنيامين في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى الشمعون حصة واحدة،
ومن حدود شمعون في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى لياساكر حصة واحدة، ومن حدود ياساكر في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى لزبولون حصة واحدة، ومن حدود زبولون في الشرق لحد البحر في الغرب تبقى لجاد حصة واحدة، ومن حدود جاد في الجنوب باتجاه اليمين تبقى الحدود من سمار لمية مريبة قادش، ومن مكان ما بيتفرع نهر مصر للبحر الكبير. هي دي الأرض اللي تقسموها ورث بين عشائر إسرائيل، وهي دي الحصص بتاعتهم بيقول السيد الرب، وهي دي المخارج بتاعت المدينة. في الجنب الشمالي اللي بيتمد 4500 دراع حوالي 2 كيلومتر وربع، ثلاث أبواب، هي باب رأوبين وباب يهوذا وباب لاوي. كل الأبواب تبقى على أسماء عشائر إسرائيل. وفي الجنب الشرقي اللي بيتمد 4500 دراع حوالي 2 كيلومتر وربع، ثلاث أبواب، هي باب يوسف وباب بنيامين وباب دان. وفي الجنب الجنوبي اللي بيتمد 4500 دراع حوالي 2 كيلومتر وربع، ثلاث أبواب، هي باب شمعون وباب يساكر وباب زبولون. وفي الجنب الغربي اللي بيتمد 4500 دراع حوالي 2 كيلومتر وربع، ثلاث أبواب، هي باب جاد وباب أشير وباب نفتالي. أما محيط المدينة فهو 18000 دراع حوالي 9 كيلومتر. ويبقى اسم المدينة من اليوم ده يهوى الشمع، يعني الرب هناك.